بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور الثالثه. الاثنين العظيم، اثنين المفاجآت واثنين الانفرادات. النهارده بمشيئه الله عندنا حوار في منتهى الاهميه، هو الحوار الاول من نوعه على كل شاشات التلفزيون المصري مع رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس، واحد من الشخصيات المهمة جدا والمرموقة، والأسئلة والحوار مهم جدا جدا جدا. ده في الجزء الثاني. ولأنه الاثنين العظيم اللي خلق حالة من تغذية العقول وخلق حالة خلت الناس تتفرج على الأصل، الأصل في الكورة هي الكورة، الأصل في الكورة هي الكورة ومتعة الكورة وحلاوة التحليل والتفاصيل الصغيرة اللي بتخليك تعرف تتفرج على الماتش. تامر وعز وعمر وعمارة، سواء في وان تاتش أو حتى كمان في يوم الاثنين العظيم، قيمة مضافة غيرت حاجات كتير جدا جدا، وبقى فيه مش عايز اقول اهتمام لانه الاهتمام من اول حلقه، وانما بقى فيه شباب كتير جدا جدا بقى عندهم الرغبه في ان هم كمان يحللوا. فاحنا النهارده هنفتح لكم المجال للتحليل، لانه من اول حلقه احنا سالين سؤالنا لحضراتكم: فين المشكله في الاهلي؟ فين المشكله في الزمالك؟ وايه الحل؟ عايزين مش عايزين مواضيع تعبير بقى، احنا عايزين الشغل الفني التكتيك. الاجابات هتبعتوها على الهاشتاج ده، تامر وعز في جمهور الثالثه. الاجابات على الهاشتاج ده، تامر وعز في جمهور الثالثه. يلا فرجونا تحليلكم الفني، فرجونا رؤيتكم التحليليه على الهاشتاج بتاعنا تامر وعز في جمهور الثالثه. النهارده حلقه ساخنه، حلقه مليئه بالمفاجآت والاراء. واوعدكم، وانا لما بوعد ما بخلفش، النهارده هتشوفوا مع تامر بدوي واحمد عز حاجات في ماتش الاهلي ما شفتوهاش، وهتسمعوا حاجات، هتسمعوا حاجات انتوا ما سمعتوهاش. ده في الجزء الثاني ان شاء الله من ملوك التحليل، تامر بدوي واحمد عز، والهاشتاج بتاعنا ظاهر لحضراتكم على الشاشه. طيب، البداية، بداية الحلقة مش حلوة، والخبر صادم، والتفاصيل صادمة أكتر. النهاردة الملاعب المصرية بتودع واحدا من اللاعبين الشباب في مباراة بدوري القسم الرابع. النهاردة فريق اسمه شباب الأنايات بيلاعب شباب الإنايات، بيلاعب نادي الرواد بالعاشر من رمضان. ومش شاب اللي زي الورد ده اللي ما يعزش على اللي خلقه، أيوة الجميل ده عاطف عبده عاطف، اللي من مواليد 98. عاطف عبده اللي قدام حضراتكم، الشاب اللي زي الورد ده مواليد 98. فالماتش شغال، المدير الفني بيجري تبديله، انا هحكي لكم القصه كلها. المدير الفني بيجري تبديله في الشوط الثاني وبيدفع بعبده عاطف، بيتعب وبيقع على الارض، فبيفتكروا ان هو بيضيع وقت فبيكملوا، فبيقع تاني. مع الوقعة التانية كانت المشكلة، كانت أزمة كبيرة، لأنه اتنقل على مستشفى التأمين الصحي بالشرقية، كان في مسعفين وكان في عربية إسعاف. بس أنا النهاردة أقول لكم كلام لأول مرة هتسمعوه يعني. وتم نقل اللاعب إلى مستشفى التأمين الصحي بالشرقية، وهناك لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ما كان تبين أنه ابتلع لسانه. طبعا نحن نؤمن دائما وابدا بقضاء الله،
والقدر، لكن ربنا خلقنا في الدنيا دي وما سبناش. ربنا خلقنا في الدنيا دي وادانا أسباب، أسباب كل حاجة، أسباب للخير وأسباب للشر وأسباب للوقاية وأسباب للحماية وأسباب لو ما أخدتش بيها هتحصل لك مشاكل كتير. فالدنيا أسباب مع إيمانك بالقضاء والقدر. للأسف إحنا عندنا مشكلة في إنه لما بتبقى في حاجة بنردها للقضاء والقدر وما نقولش إن إحنا ما أخدناش بالأسباب، مع إن ربنا قال لك خد بالأسباب. الكلام ده يخلي الناس تفتح ملف التجهيزات الطبية المتعلقة بكل فريق من الفرق المشاركة في كل المنافسات التي لا تراها العين. وانا وانت بنتفرج على منافسات القسم الرابع، هو حد بيشوفها؟ هي بتتنقل في التلفزيون، الناس بتسمع بس نتائجها. عايز اسال سؤال وعايز اجابات ان كان هناك اجابات. انا عندي معلومات، حد يقول لي الاجهزه الطبيه اللي موجوده في فرق القسم الرابع الدكاتره دول حد شيك عليهم وتأكد ان هم دكاترة بشهادات حقيقية ولا لا؟ لو احنا بنتكلم على موقف وبنحاول ان احنا نستغل هذا الموقف لإصلاح مشكلة كبيرة جدا جدا كل شوية تضرب في وشنا زي قنبلة، ولما تضرب في وشنا زي قنبلة نقعد نعمل نفس اللي بنعمله كل مرة ونطلع على الشاشات ونقول للناس يا جماعة كده ما ينفعش وكده ما يحصلش، واللي حصل حصل، والنهاردة وبكرة وتنام الليلة وتنام الدنيا ونصحى بعديها بأسبوع والأمور ماشية وبعديها بسنة يموت واحد فنرجع تاني نفتح الموضوع. السؤال اللي بيطرح نفسه، حد يعرف الأجهزة الطبية مجهزة فعلا ولا لأ؟ طب مؤهلة ولا لأ؟ طيب حد يعرف بصراحة كده إيه اللي بيحصل في القسم الرابع؟ طب حد يعرف عربيات الإسعاف دي عربيات إسعاف ولا عربيات نقل موتى أصلا بأجروها بخمسين جنيه؟ حد يعرف الحاجات دي ولا محدش يعرف؟ النهاردة شاب زي الورد بقول لحضرتك مواليد 98 23 سنة، لما احنا النهاردة بنكلم أهله وبنكلم أسرته وبنقول لهم البقاء لله، الراجل ده راح ضحية ايه بالظبط؟ طب السؤال المهم، هي لعيبة القسم الرابع دي بيتكشف عليها طبيا بجد بجد ولا تستيف ورق؟ يعني انا باخد اللعيب اعمل له كشف طبي وفحص طبي قبل بداية الموسم عشان اتأكد ان كل الوظائف الحيوية اللي عنده سليمة بنسبة 100%؟ ما هي دي الاسباب اللي انا بقول لحضرتك خد بالاسباب. هل انا بعمل كده؟ هل انا اخدت بالاسباب؟ هل انا جبت كل لعيبة القسم الرابع والثالث وعملت عليها كشوفات صحية وطبية وتأكدت من سلامتهم ان هم لائقين عشان يلعبوا منافسات في كرة القدم؟ ها؟ حد عنده إجابة منطقية؟ أنا دايما أحب أتكلم بالمنطق وبالعقل. للأسف لا، ما بيحصلش، وحاجات كتير ما بتحصلش، ونتيجتها النهاردة بنودع شاب زي الورد. طيب انا معايا على التليفون كابتن غريب ابراهيم المدير الفني لنادي الرواد. كابتن غريب برحب بيك والبقاء لله، واعرف من حضرتك ايه اللي حصل بالظبط. استاذ ابراهيم برحب بيك وبرحب بالساده المشاهدين جميعا. اهلا وسهلا. في البدايه بعزي نفسينا جميعا وبعزي كل اسره المطافي، بعزي نادي الرواد قبل النادي الانايات، لان الحادثه كانت عندنا. ايوه حاجة كانت يعني بالنسبة لنا كان موقف ما كانش سهل علينا كلنا، ولكن قضاء الله وقدره. لعيب محترم جدا وسيرته الذاتية محترمة جدا، وهو الأول وتاني وتالت، روح غالية جدا علينا وابن من أبنائنا الغالي، ولا كورة ولا أي حاجة تسوى إنك تشوف ولد زي ده توفى قدامك. صحيح. ممكن تحكي لي إيه اللي حصل يا كابتن غريب؟ اللعيب عبد الرحمن نزل في بدايه الشوط الثاني على طول مباشره في الدقيقه 21، احنا فوجئنا بيه بيستلم كوره عاديه جدا، عمل باص بعد ما استلم الكوره وعمل باص وهو ماشي لانه وقع. ف
حتى احنا يعني بنبص بره لنا ووقفوه تاني مشي خطوه واحده تاني وراح وقع على ظهره تاني. الوقعه التانيه كانت غريبه شويه نزلنا بسرعه نادي الرواد. على فكره كابتن ابراهيم انا سامع من بدايه المداخله احنا معانا عربيه اسعاف مجهزه جدا فيها مسعفين كانت النهارده لولا وجودهم هم اسعفوه بسرعه جدا جوه الملعب لانه كان في حاله بلع اللسان واسعفوه في ساعتها والولد الحمد لله بدا التنفس يرجع تاني وخدوه في منتهى السرعه. احنا مستشفى التامين في يعتبر في نفس السور بتاع النادي فكان بسرعه جدا دخلنا اللي راحوا التامين وقعد اكتر من ربع ساعه وبعدين رحنا لغايه ما الحكم كان لغى الماتش نقل عن الفرقه الثانيه. بمجرد ما هو خرج هو ركب العربيه الاسعاف بدات خرجت وراه كلها فاحنا على طول لغايه ما غيرنا احنا كمان لحقناهم. قعدنا في المستشفى حوالي نص ساعه وكان ما بين بقى ان هو بقى كويس بدا يتقبل التنفس وبعدين جانا الخبر الحمد لله على كل شيء وبدانا احنا لسه ماشيين المستشفى حالا على فكره الساعه 10 ونص احنا نادي الرواد كله مع نادي الانايات مع كلنا اخوات وكلنا كنا واقفين في الموقف اللي لا نحصل عليه ده ولسه هو راح على بلده هو من ابو حماد من بلد اسمها السناجره بلد هو خرج هو خرج من المستشفى ولا لسه خرج الساعه 10 وثلث بالظبط خرج 10 وثلث هيروح على المدافن على طول ولا هيستنوا للغد للصلاه بقى المدافن دلوقتي قالوا دلوقتي على طول على المدافن دلوقتي لا حول ولا قوه الا بالله. ليه عتابة استاذ ابراهيم عايز اوصله غريب جدا من منطقه الكوره بتاعت الشرقيه اتفضل. احنا في الموقف الكبير ده كلنا يعني ما فيش واحد عارف يتملك اعصابه ومنطقه الكوره ما فيش واحد جه شاف الموقف اللي احنا فيه بقى اخرهم كان التليفونات بل ده قاعدين عاملين اجتماع عشان ياخدوا قرارات يعني قرارات غريبه شويه وبيفكروا في نتيجه الماتش ويروح لمين ويعيدوا الماتش ازاي. طب يعني اجل الاجتماع يا اخي يوم اتنين حس بالمصيبه اللي احنا فيها تعالى معايا تعالى بسرعه الحق شوف الموقف ده يعني ده حاجه في منطقتك في منطقه الشرقيه بتاعتك ما جالكوش حد من منطقه الشرقيه ولا حد يا فندم غير هو تليفون فقط لا غير ده قاعدين بياخدوا قرارات يعني انت النهارده في اجتماع طب اجله لبكره بعده وايه لازمه وتعالى شوف الموقف بعينيك ايه لازمه الاجتماع يعني ايه لازمه الاجتماع الاجتماع يا فندم عشان ياخدوا قرارات هل هيعيدوا ماتش الانايات والرواد ولا لا ايه اصل احنا الماتش اتلغى لظروف طارئه مش نهائي كاس العالم مش نهائي كاس العالم والله ما يشوفوا جثمان اللاعب الاول ووقفوا جنب اسرته تخيل احنا بنغسل الولد يا فندم واقفين على غسله والقرارات بتنزل على موقع المنطقه لا حول ولا قوه الا بالله تخيل انت ايه الموقف اللي انت فيه يا استاذ ابراهيم وانت بتتكلم يعني وانت واقف بتغسل ولد مستني تدفنه ورئيس المنطقه الشرقيه بيطلع قرار اصل هنعيد الماتش عشان ظروف ماتش ايه وبتاع ايه وثلاثه بونت ايه ومين اللي كسب الماتش ودرجه رابعه ايه يعني احنا الواحد مكشوف وهو بيتكلم كابتن غريب خليك امين معايا يعني هو احنا بنعمل كشوفات طبيه على اللعيبه بتاعتنا في القسم الرابع والله يا فندم يا فندم انا عندي في النادي للاسف النادي عندي حاجه محترمه يعني حاجه كويسه انا عامل اللعيبه عندي كشف طبي ومقدمه مع لكن انا متاكد مليون في الميه ان والله المنطقه عندنا بتدار كده يعني في حاجات كتير جدا بتدار من انا مش عارف اقولها ازاي لان هو الواحد في الاخر انا في الاخر انا زهقت من الكوره او انا مش حابب الكوره في المنطقه ذات نفسها بتخليك انت يعني احنا قاعدين في الموقف يا استاذ ابراهيم تاني بعده لك تاني وبنغسل ولد وقاعدين بنعيط كلنا الفرقتين واهله كلهم موجودين والمنطقه مجتمعه في ايه؟ مجتمعه في ايه وبتاخدي قرارات ايه ومطلعين قرارات وتنزل لنا دلوقتي على المواقع بتاعتنا عشان يخلوك بص تشغل بالك تخيل انت مستني ولد يطلع تدفنه ازاي وانت بتبص للقرارات اللي طالعه قرارات ايه يا عم انت؟ لا حول ولا قوه الا بالله حاجه لنا الله يا استاذ ابراهيم في منطقه الشرقيه ولنا الله في الدوري اللي احنا بنلعبه دوري الرابعه المهمش نهائيا احنا لو جيت لو بصيت على منظر الملعب في النادي عندنا حاجه محترمه جدا مهتمين النهارده الشرطه كلها موجوده بنجيب عربيه اسعاف مجهزه جدا ولولا وجود الاسعاف النهارده كان هم منطقه الشرقيه ما فيهمش ولا حد جه ما فيهمش ولا حد عز في يعني يا فندم بقول لك ولا واحد جه ولا واحد كانت بالتليفون ايه الاخبار عملتوا ايه هتعملوا ايه ما سالوش عن الاسباب ما استفسروش ايه اللي حصل ما فيش اي حاجه يا فندم كلام ايه الاخبار طب وصلتوا لايه فندم احنا من الساعه 4 الولد لغايه 10 وتلت في المستشفى عندنا ما بيننا وما بين الشرقيه حوالي 40 دقيقه او 45 دقيقه بالعربيه يجوا يبصوا الدنيا فيها ايه ويقيموا تصرف غريب الحقيقه فكان غريب. النهارده اصل الميعاد الاجتماع كان ممكن لو اتاجل يا فندم هيحصل مشكله كبيره جدا عندهم
كابتن غريب، البقاء لله وربنا رب يجعلها اخر الاحزان. انا بشكرك شكرا جزيلا كابتن غريب ابراهيم، بشكرك شكرا جزيلا. على الجانب الاخر معايا على التليفون دكتور ياسر عبد العظيم رئيس منطقه الشرقيه. دكتور ياسر اهلا وسهلا بيك، البقاء لله. وقبل اي حاجه، هناك لوم موجه من الكابتن غريب له علاقه بدور منطقه الشرقيه، وان كان كلامه صحيحا فهو يحمل علامات استفهام كبيره. لماذا لم يكن هناك من يمثل منطقه الشرقيه في مثل هكذا حادث أليم بكل ما تحمله الكلمة من معنى؟ مش كده وبس، أنا هسأل حضرتك في أسئلة تانية، إنما ده السؤال الأولاني اللي كان بيتكلم فيه الكابتن غريب إبراهيم. هو أنا ما سمعتش طبعا مداخلة الكابتن غريب خالص، وأنا لسه راجع دلوقتي هم من المنطقة ولسه داخل البيت على فكرة قبل ما تطلبوني بدقيقة واحدة. وبعدين لا، انا الموضوع احنا متابعينه لحظه بلحظه من ساعه ما حصل. وانا كنت في الجامعه وجالي تليفون ان في لعيب، وقالوا حتى في الاول ده بلع لسانه ومش عارف ايه وتوفاه الله. انا اتصلت فورا بنادي الرواد وكلفت حد من هناك يقول لي تفاصيل الموضوع بالظبط، واتصلت بالمراقب وقلت له قول لي الموضوع بالظبط. فحتى تاكدت ان الولد ما يعني ما كانش بلع لسانه ولا حاجه، ده هو طالع في كوره مشتركه وقع على دماغه وجاله نزيف تقريبا، والمسعفين وكانت في اسعاف وفي برضه في مسعفين وبتاع. المهم حاولوا ينقذوه في الملعب ما قدروش، راحوا على المستشفى والولد توفاه الله والبقاء لله. طبعا بنعزي اهله وبنعزي اسرته جدا 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 ومتعاطفين معاهم على فكره جدا. انما انا كلمت حتى احد قيادات الامن اللي موجوده في العاشر من رمضان وقال لي انا موجود قدام المستشفى والولد توفاه الله فعلا، واحنا دلوقتي بنعمل اجراءات يعني التصاريح بتاعه خروجه من المستشفى وكده عشان يروح لاهله. انما المنطقه لم تقصر ابدا ابدا على الكلام اللي لسه متقال دلوقتي في المكالمه الهاتفيه اللي قبل حضرتك ما تكون موجود معانا. مش انه منطقه الشرقيه ما سالتش بالتليفون، انه منطقه الشرقيه ما جاش من يمثلها في الحاله الصعبه دي، ده رقم واحد. رقم اتنين انه الناس ما جاش من يمثلها ليه؟ ما مراقب المباراه بيمثل منطقه الشرقيه وكان موجود. اديني فرصه كامله يا فندم من فضلك، اديني فرصه كامله. السؤال الثاني اللي طرحه الكابتن غريب، قال انتوا قاعدين في اجتماع وبتنزلوا قرارات والمشهد مهيب وهم بيغسلوا جثه الولد وفي حالة من البكاء الشديد والحزن الشديد، والمنطقة في اجتماع بتنزل قرارات خاصة بالمباراة، أيهما أقوم؟ أنه حضراتكم يكون في حد موجود للحالة دي وتأجيل الاجتماع لوقت آخر يعني نظرا للحالة، ولا أن احنا كنا نجتمع وننزل قرارات في هذا التوقيت بما يحمل يعني نوعا من الاستفزاز لأهل المتوفى وحتى للفريق المنافس يعني؟ هو الاجتماع ما كانش فيه اساسا يعني لا 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 كان فيه حاجه تقول ان احنا الاجتماع ده ملح وضروري ولازم نكمل الاجتماع خالص على فكره. طيب. الاجتماع كان بالعكس، ازاي احنا هنحاول نكرر اسره الولد ونحاول نساعد اسره الولد في حدود امكانياتنا البسيطه في منطقه الشرقيه، وقلنا هناجل كل مباريات الاسم الرابع لمده 10 ايام احدادا على الولد المتوفي ربنا يرحمه يا رب، وفي نفس الوقت هنشوف الآلية اللي نقدر فيها نكرم ونعزي أسرة الولد بعد الصدمة الكبيرة اللي تعرضوا ليها. عارف أنا ما كانش الموضوع احنا قاعدين ناخد قرارات خالص على فكرة، لا قرارات ولا بتاع، احنا أجلنا كل الأسبوع برمته وقلنا حداد 10 أيام على ونوقف اسم ونوقف المسابقة بتاع الاسم الرابع لمدة 10 أيام حدادا على الولد اللي توفاه الله ربنا يرحمه. وكنا بنفكر في آلية لتكريم الولد بشكل أو بآخر، انما الموضوع كله الاخ غريب بيتكلم في حاجات ملهاش اي علاقه باللي حصل خالص. لا احنا قاعدين ناخد قرارات، احنا متعاطفين مع الولد يمكن اكتر منه هو شخصيا، وانا ابو شهيد اصلا. فالموضوع مش هيحتاج ان احنا نتعامل مع الامور دي بمنتهى البلاده وبمنتهى يعني كده اللامبالاه خالص، بالعكس ده انا من ساعه ما عرفت الموضوع وانا انما احنا هيروح حد من منطقه الشرقيه للمستشفى ويبقى معاهم عند المستشفى ماشي، طب هو هيعمل ايه؟ طب ما كان موجود المراقب وموجود اساسا منسق الاسم الثالث مش الرابع كمان اللي هو الدكتور محمود حماد، وكان معايا على التليفون لحظه بلحظه وهو بيعمل في منطقه الكوره، وكان موجود معاهم في كل الخطوات، موجود عند المستشفى واداني التفاصيل كلها باللي حصل، وهو اللي قال لي ان الولد ما بلعش لسانه، ده الولد اساسا جاله نزيف في المخ تقريبا لما وقع على دماغه. انما احنا ما قصرناش ابدا ولا هنقصر اساسا. ويتكلم الاخ غريب، انا سمعته في اخر لحظه وهو بيكلمك بيقول لك يعني مش عارف حسبي الله ونعم الوكيل، ومنطقه الشرقيه مطلوب تعمل ايه؟ الاسعاف كان موجود، المسعفين موجودين، كل الاجراءات المطلوبه لاقامه المباراه وانجازها بشكل طبيعي طبقا للقانون كانت متوفره. ما اعرفش يعني انا ما اعرفش، انا كنت في الجامعه وكان عندي اجتماع وراجع البيت الساعه 5،
رحت على منطقه الكره فورا. دكتور ياسر عايز اسال حضرتك سؤال، هل المنطقه بتتابع الكشوفات الطبيه لكل نادي من الانديه؟ هل كل الانديه اللي موجوده في القسم الرابع تجري كشوفاتها الطبيه والفحص الطبي المتعلق بكل لاعب من اللاعبين وتبلغ بها المنطقه، وبالتالي المنطقه بتبلغ بها الاتحاد المصري لكره القدم؟ انا كشوفات طبيه بالظبط، الفحص الطبي الخاص بكل لاعب قبل بدايه الموسم يا فندم. طبعا ده مسؤوليه النادي على فكره، مش مسؤوليه المنطقه. انا عارف، ما هو يعني مسؤوليه النادي، ولكن انتم تشوفوا وتتابعوا. ده مسؤوليه النادي او مركز الشباب. طبعا هي مسؤوليتهم هم اساس مسؤوليه النادي ومركز الشباب. يعني هو النادي الاهلي مطلوب منه يجي مثلا بيعمل كشف طبي للاعبيه، يعني ما اعرفش الاتحاد يقول له انت عملت ولا ما عملتش. هو النادي الاهلي كنادي مسؤول، او الزمالك او اي نادي من انديه مصر او حتى مركز الشباب في الاسم الرابع، المفروض مسؤوليته انه يتاكد من السلامه الصحيه للاعبيه. عنده المفروض اداره طبيه او يبعت الولاد للمستشفيات. يا فندم ده دور الانديه، انا بتكلم على الدور الرقابي يا فندم. انتم المنطقه والمنطقه عندها دور رقابي، زي ما حضراتكم برضو عندكم بيبقى في دور رقابي من الاتحاد المصري على كل المناطق، انتم برضو عندكم دور رقابي على كل الانديه اللي في حوزتكم، مظبوط كده يا فندم؟ احنا عندنا دور رقابي في الاجراءات الاحترازيه بالنسبه للكورونا، وكانت المساحات بتتعمل بانتظام، وعندما الغيت المساحات اصبح كل نادي مسؤول عن السلامه الطبيه للاعبيه. عشان انت ما بتعرفش ان المساحات في الاسم الرابع اتلغت، عارف، او موقوفه، وفي الانديه يعني ما تقدرش تتحمل ميزانيه انها تعمل مساحات، والاتحاد نفسه قال لك انا مش هعمل مساحات لكل الناس دي، وده موضوع صعب جدا وبيكلف الاتحاد ميزانيات ضخمه جدا. فانديه الاسم الثالث والرابع انديه فقيره جدا فمش تستحمل ده. فموضوع السلامه الطبيه من عدم، ودي مسؤوليه النادي، او في نفس الوقت الموضوع ملوش علاقه بالسلامه الطبيه، ده له علاقه بموقف لاعب حصل، ولد طلع عشان يلعب كوره بدماغه ما لحقش الكوره فوق، نزل غلط على فكره، ما كانش حد مشترك معاه خالص، نزل غلط فوقع على ظهره ودماغه ارتطم بالارض بشكل قوي جدا وعنيف جدا، فكروه بلع لسانه، نزل المسعفين يحاولوا ينقذوه، طبعا ما امكنش لان الولد كان حصل له الحمد لله يعني ربنا يرحمه يعني نزيف في المخ، ولما نقلوه على المستشفى خلاص خرج السر الالهي. ده موضوع قدري بحت، ده موضوع ملوش علاقه لا بتقصير من منطقه الشرعيه ولا بتقصير من الاجراءات الاحترازيه اللي عاملها نادي الرواد لاقامه المباراه بسلامه بالنسبه لوجود الاسعاف ووجود مسعفين ووجود كذا. كل الاطراف دي كانت يعني انت ممكن تلوم منطقه الشرعيه لو احنا اقمنا المباراه وما كانش فيه صارت اسعاف وما كانش فيه مسعفين. ده طبعا طيب مستحيل انا ده يحصل. طيب عايز اسال حضرتك سؤال مباشر، من له الدور الرقابي؟ او السؤال واضح اهو، من له الدور الرقابي في معرفه الأجهزة الطبية التابعة لكل نادي من الأندية هي مؤهلة ولا لأ؟ مين اللي بيعرف ده أصلا دكتور ولا مش دكتور؟ بص يا أستاذ إبراهيم، وأنت طبعا في المجال، ما أصل حضرتك عارف أنا بتكلم على معلومة، أنا عارف. في ناس بيتقال عليهم دكاترة في القسم الرابع وهم مش دكاترة، وحضرتك عارف. طيب وسيادتك عارف برضو يمكن اكتر مني كمان ان التعليمات واللوائح في الاسم الثالث والرابع بتقول الاتي، اللي احنا المسابقات اللي احنا بنديرها بتقول لا تقام المباراه الا في وجود سياره اسعاف مجهزه طبيا. ماشي، تحت كلمه مجهزه طبيا يعني المفروض يكون فيها مسعف ويكون فيها طبيب. صح، يكون فيها مسعف ويكون فيها طبيب. طيب احيانا بيلتف على هذا القرار ان سياره الاسعاف موجوده بس الموجود فيها مسعف او ممرض. طب اقول لك على حاجه كمان، ان في بعض الانديه كانت بتجيب سياره نقل الموت وتحطها على انها سياره اسعاف. مش في الشرعيه، مش في الشرعيه بس، ده في كل المسابقات الاسم الثالث الرابع والفكره على فكره على مستوى الجمهوريه كله. عارف، عشان دي ب 50 جنيه ودي ب 2000 جنيه بالظبط بالظبط. فاحنا لما اصرينا على تنفيذ تعليمات الاتحاد لن تقام المباراه والحكم من حقه يدي 20 دقيقه، وعلى فكره انا عدت مباراه في ديار بنجم، كانت بين ديار بنجم وبين فريق من المنوفيه في الاسم الثالث لعدم وجود سياره اسعاف، وجت سياره الاسعاف بعد انتهاء المده القانونيه اللي هي 20 دقيقه، والحكم لها، قلت الحكم برافو عليك، وراحوا اشتكوا في الاتحاد، والكابتن احمد مجاهد اثنى على قرار منطقه الشرقيه لان لا يمكن ان نقيم مباراه في عدم وجود سياره اسعاف. حتى برضو يا دكتور حضرتك اديني اجابه صريحه، مين المسؤول يقول او يبقى يكشف اللي بيحصل في القسم الرابع انه في دكاتره مش دكاتره؟ مش الرابع بس على فكره، وفي الثالث كمان. ماشي يا فندم، اديني اجابه بما ان انا بكلم حضرتك وحضرتك في القسم الرابع، مين المسؤول؟ لا انا بقول لك المسؤول اولا النادي المنظم المباراه هو مسؤوليه كامله عن توفير طبيب مسعف. بشكرك يا دكتور. مسؤول مسؤوليه كامله عن توفير طبيب ومسعف، واذا تاكد مراقب المباراه ان الموجود في سياره الاسعاف ليس طبيبا ومجرد بس مسعف، لا احنا علينا ان نتضرر ونشتكي الاتحاد المصري لكره القدم ليلزم الانديه بضروره وجود
طبيب ومسعف مصاحبين لسياره الاسعاف، وكل سياره الاسعاف مجهزه طبيا بشكل يليق بان الرياضه معرضه لان يحصل فيها مثل هذه الاحداث اللي احنا كلنا طبعا يعني بنحمد ربنا سبحانه وتعالى على ان ده اقدار، وان ما فيش تقصير من البشر اصلا بقدر ما كان فيه يعني قضاء الله وقدره يعني، انما احنا لم نقصر ولن نقصر على فكره خالص. وبعدين انا ما يعني انت يمكن لو تعرفنا او بتاع، لا انا عندي التزام كبير جدا باحترام اللوائح واحترام النظم وكل ده اكيد انت عارفه يعني. اشكرك جدا. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. طيب قولوا يا شباب معانا مين؟ شباب. طيب معانا على التليفون دكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزاره الشباب والرياضه بالشرقيه، هو متواجد الان في الجنازه، يقول لنا الموقف ايه بالظبط. يا دكتور بقاء لله واهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. البقاء والدوام لله يا فندم، البقاء والدوام لله. أعرف من حضرتك المشهد دلوقتي، إيه اللي بيحصل؟ والله هو يعني مشهد يعني في صلينا صلاة الجنازة وإحنا رايحين دلوقتي على المدافن يا فندم. طبعا البلد كلها موجودة إن شاء الله. وقدمنا العزاء لأسرة المتوفي وإحنا متواجدين معاهم يعني معاهم من ساعة ما سمعنا الخبر يعني. الساعة 4:30 كده، 4:30 يعني. يعني استقبال اهل البلد واسرته للخبر يعني بكل تاكيد في حاله حزن كبيره، ولكن انا بتكلم على دوركم في المواساه يعني. طبعا احنا جايين هنا متواجدين عشان نواسيهم واحنا معاهم طبعا، والحدث ده حدث جلال واحنا موجودين معاهم يا فندم من ساعه ما سمعنا، واحنا على طول في الاتصال التليفوني معاهم لتسهيل جميع الاجراءات الخاصه بدفن. هل حضرتك التقيت بحد من اسرته؟ اه يا فندم، انا قابلت خاله وعمه موجودين معاه، انا عم من فتره طويله وانا هنا منتظر. والده ووالدته على قيد الحياه ولا؟ اه يا فندم موجودين، بس طبعا هم كانوا معاه هناك في العاشر وانا كنت في ابو حماد في السناجره معاه. عنده هو اخوات ولا لا يا فندم؟ دي حاجات انا ما اعرفهاش والله. ما اعرفهاش. لا ما اعرفهاش يا فندم. طيب ايه الدور اللي ممكن تعمله وزاره الشباب والرياضه بالشرقيه؟ فندم احنا ما بنتاخرش عن اي حاجه، انا في مجلس اداره مركز شباب الانيات انا كنت معاهم وموجود المجلس، ومعايا مجلس اداره مجموعه من نادي الرواد، ومعايا المحنه كمديريه، ومعايا منطقه الكوره، وان شاء الله نشوف اللوائح واللي هم احنا معاهم في كل حاجه اللي هم عايزينه، احنا ما بنتاخرش عنهم سواء كان وزاره الشباب والرياضه، وانا متاكد جدا ما بتتاخرش عن حد، وفي تواصل دايما معاهم، والمحافظه برضو الدكتور ممدوح غراب ما بيتاخرش عن حد، ولا الدكتور اشرف صبحي بيتاخر عن حد. اشكرك يا فندم، شكرا جزيلا والبقاء لله مره ثانيه. الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزاره الشباب والرياضه بالشرقيه، خبر حزين جدا جدا حقيقه يعني. اللي بقوله هفضل اقوله عشان انا عندي معلومه، الجزء الطبي محتاج اعاده هيكله. كويس ان احنا عندنا إسعاف كانت موجودة، كويس لأول مرة بيبقى عندنا حاجة في مكانها، بس الجزء الطبي محتاج إعادة ضبط مرة أخرى في القسم الثالث والرابع. الجزء الطبي اللي له علاقة بالدكاترة اللي موجودين في كل نادي من الأندية، وأنا عمال أسأل عشان يبقى واضح للمشاهد وصل له أنا عايز أقول إيه. الجزء الطبي وجزء المسعفين والأطباء اللي بيبقوا موجودين، الكلام ده في منتهى الأهمية، علشان برضو نفس الفكرة اللي هرجع أقولها، إنك تاخد بالأسباب. ربنا يرحمه ويغفر له ويثبته يا رب عند السؤال، وبطلب من كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي تدعي له بظاهر الغيب يعني، تدعي له بالرحمة وبالمغفرة. ما التقناهوش، ما شفناهوش، إنما شاب زي الورد ما يعزش على اللي خلقه. ربنا يصبر يا رب أسرته. وهستأذنكم في ثواني ندعي كده في سرنا للاعب عبد الرحمن عاطف. ربنا يتقبل دعائكم، وربنا يا رب يرحمه ويغفر له. بعد فصل سريع جدا هتكلم مع حضراتكم في تفاصيل واخبار النادي الاهلي. سلام، جول 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 جول.
جول عظيم في مكان اخر يليق بالاهلي سوى الصداره. يا نهار ابيض، حلوه 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 حلوه. بلاس 90 يؤكد من جديد وجديد وجديد ان النادي الاهلي هو ذا ماستر اوف سسبنس. ده يقول حاضر، ومهما يجيب حاضر، وهو الحبيب حاضر. الله 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 الله، ودارت الايام وحلم البرونزيه صاحي ولم ينام. الله اراده اصرار عزيمه، انها روح النادي الاهلي. لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور التالتة، ونتحول إلى أخبار النادي الأهلي. بس قبل أخبار النادي الأهلي عندي حوار مهم جدا مع حارس مرمى فيتا كلوب سيمون أوموسولا الذي تألق في لقاء الأهلي. لازلت مصر الأهلي صيت أوموسولا تصيطة كبيرة جدا جدا، هنتكلم معاه أكيد. بس خلينا في سطور نعرف أوموسولا. هو كاميروني الجنسية، 22 سنة، كان متواجد مع منتخب الكاميرون الأولمبي بالمناسبة في كاس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، واللي توج بها منتخب مصر. منتخب الكاميرون في كاس الأمم أفريقيا وقتها جه في المجموعة اللي بتضم مصر ومالي وغانا، شارك مع منتخب الكاميرون في 3 مباريات واستقبلت شباكه 3 أهداف. تعادل الكاميرون مع غانا 1-1، وفاز على مالي 1-0، وخسر من منتخب مصر 2-1، واحتل منتخب الكاميرون المركز الثالث وأدى على البطولة. تواجد مؤخرا مع منتخب الكاميرون الأول، ويجلس احتياطيا لأندري أونانا حارس مرمى أياكس الهولندي. ده سيمون أوموسولا في سطور. سيمون أهلا وسهلا بيك، سعداء بوجودك معانا عبر شاشة اون تايم سبورتس 2 وبرنامج جمهور التالتة. مساء الخير عليكم جميعا. مساء النور، اهلا وسهلا بيك. وخليني في البداية اسألك عن هذا المستوى والتألق امام نادي الاهلي. هل كنت تتخيل أن تؤدي هذا الأداء الخارق إنجاز التعبير في التصدي لفرص كثيرة في مباراة الأهلي الماضية أم لا؟ في البداية أشكركم، أشكركم جدا على تلك المقابلة. في البداية لا أستطيع أن أتخيل شيء ما قبل المباراة، أعمل دائما على تحسين مستواي وليس التخيل. لا، هذا التألق لا يمكن أن تنسبه لي لوحدي، لأننا جميعا مجموعة نؤدي بشكل جماعي. لا يمكن أن تنصب الفضل للحارس أو مدافع فقط، ولكننا جميعا نعمل كفريق مترابط. من وجهة نظرك وأيضا رؤيتك خلال المباراة، كيف نجحت في التصدي لهذا الكم الهائل من الفرص في النادي الأهلي في مباراة الأهلي؟ النجاح يأتي من كل زملائي، لأن الدفاع عن المرمى يبدأ من أول لاعب في الفريق، من خط الهجوم ومن خط الوسط ومن خط الدفاع. الكل كان يشجعني، الكل كان يساندني. هذا الأداء الرائع صنعناه جميعا سويا، حتى بالتعاون مع الطاقم الفني. هناك مدربون يعملون معنا طوال الوقت، يخبروننا دائما أنه علينا الكثير لنفعله. المسألة ليست مباراة واحدة، دائما نعمل كفريق واحد سواء في التمرين أو في الملعب. ما هي الفرصة التي لم تكن تتخيل أنك تصديت لها أثناء المباراة ولا زالت عالقة في ذهنك حتى الآن؟
بالنسبة لي الفرصة التي أستطيع أنساها التي كانت في الشوط الأول، وللأسف لا أتذكر لاعب الأهلي الذي صنع هذه الفرصة، ولكن خرجت كانت الكرة العرضية التي خرجت إليها ولفت الكرة بشكل عكسي في الهواء، واستطعت في آخر لحظة أن ألحق الكرة بيدي، وأيضا هناك العديد، كان هناك أكثر من فرصة، ولكن ما أتذكره هي تلك الكرة التي لفت في الهواء وخدعتني ولحقتها على خط المرمى. أعتقد دي كانت كرة محمد هاني، إن لم تخني الذاكرة الإعداد برضو يفكروني، يعني هي الكرة بتاعت محمد هاني أعتقد. طيب أم سولة، يعني خليني أسألك بشكل واضح وصريح، البعض تخيل أنك قمت بوضع أشياء متعلقة بالسحر لتحصين مرماك أمام النادي الأهلي. أحد الروايات تحدثت عن أن هناك عمال توجهوا إلى مرماك بعد انتهاء الشوط الأول لفحصه خوفا من وجود أعمال للسحر. صحة الأمر من عدمه يعني؟ أنا أصبت بالإحباط الحقيقة حينما سمعت هذا الكلام، لأنني ألعب في فريق كبير. منذ أن بديت أن أمارس كرة القدم لم أستخدم السحر ولم أتطرق إلى هذه الأمور. منذ صغري تعودت على العمل فقط. نعم، في تلك الأشياء معروفة في بعض الملاعب الأفريقية، أسمعها أحيانا، أتفهمها أحيانا، ولكن أنا لاعب محترف. نعم، لقد جاءوا في الشوط الثاني وفحصوا الشباك، وكنت مندهش مما يفعلونه، ولكنني أبدا لم أتخيل أن يقال مثل هذا الكلام وأنا أقدم هذا المستوى. لا يمكن أن أقدم هذا المستوى بسحر أو ما شابه. إذا كنت قد قدمت مستوى جيد، هذا لأنني أعمل بشكل جيد في التمرين وأبذل كل جهدي، ولأن هناك لاعبون زملاء يساعدني في الملعب. بالنسبة لي على الصعيد الشخصي، لا أعرف سوى العمل والعمل والعمل، لا أعرف كلمة السحر والشعوذة. كيف كان تحدث المدير الفني معك عقب المباراة وعقب ما أديته من إنقاذات وتصديات كبيرة؟ بعد المباراة قال بالتأكيد كان راضيا عما قدمته، وبشكل خاص عن الفريق ككل، وبشكل خاص ما قدمته أنا. لدينا مدير فني ممتاز، دائما لديه الجديد ليقدمه، دائما بيشجعني على المستوى الشخصي. قال لي هذا ما يجب أن تحافظ عليه دائما. أخبرني أنني إذا استمريت على هذا المستوى فسوف نذهب بعيدا، ولكن أخبرني أيضا أنه ما زال لدي الكثير من العمل لأفعله. لاعبو النادي الأهلي تعهدوا لجماهيرهم على الفوز في مباراة العودة في مباراة كينشاسا، وبالضرورة تسجيل أهداف في شباكك. قد يكون لاعبو الأهلي لم يكن لديهم التركيز الكافي والأهلي جاهز لهذه المواجهة، فما هو استعدادكم لهذا اللقاء تحديدا؟ عمل بنفس الطريقة التي عملنا بها على التحضير للمباراة الأولى.
كان بالنسبة المباراة الأولى في مصر طويت صفحتها ونسيناها. بالتأكيد الأهلي سوف يسعى للتسجيل في شبكنا، وكان يسعى للتسجيل أيضا في مباراة القاهرة، ولكن نحن أيضا لنا كلمتنا التي سوف نلقيها في هذه المباراة. لعبوا فيتا كلوب كانوا خصما قويا وبرهنوا على أنهم كانوا ند قوي للأهلي في المباراة الأولى، وبالتأكيد لن يتركوا الفرصة تفلت من أيديهم في مباراة كينشاسا. نحن أيضا لدينا الكثير ما نقدمه، ولدينا كلماتنا التي سنلقيها في هذه المباراة. سيمون أم سولة حارس مرمى فيتا كلوب، بشكرك شكرا جزيلا، خالص تمنياتي بالتوفيق، وبشكرك على المداخلة، وأيضا بحييك على أدائك المرموق في مباراة الذهاب، ولكن تأكد أن مباراة العودة لن تكون سهلة، وسيكون الفوز حليف النادي الأهلي إن شاء الله. بشكرك شكرا، أشكركم على استقبالي في قناتكم. أشكرك شكرا جزيلا سيمون أم سولة حارس مرمى فيتا كلوب المتألق، وهذا الحوار الخاص في جمهور التالتة. طيب عندي تفاصيل مهمة جدا فيما يتعلق بمصابين النادي الأهلي، تعالوا نقول لكم شوية أخبار حلوة فنعرف الدنيا ماشية ازاي بالنسبة للعيبة المصابة واللي قربت ترجع. يلا بينا نشوف على الشاشة، هات ورقة وقلم واعرف فرقتك ظروفها عاملة ازاي. علي معلول الإصابة اللي عنده عضلة خلفية، هيرجع بعد 3 أيام. خبر حلو ده ولا مش حلو؟ ها ده الأول. التاني وليد سليمان عضلة خلفية طولت شوية مع وليد، هيرجع بعد 10 أيام. محمود وحيد الإصابة بتاعته عبارة عن تمزق في العضلة الخلفية، هيرجع بعد 2 شهر، ده مش من الأخبار الحلوة. محمد محمود ده من الأخبار الحلوة، 15 يوم الإصابة اللي كانت عنده غضروف الركبة، إن شاء الله بإذن الله يرجع بعد 15 يوم. أنا متشوق أشوف محمد محمود بإذن الله في الملعب. وأخيرا محمود متولي الإصابة اللي عنده زي ما حضراتكم عارفين قطع بالرباط الصليبي، بيشارك حاليا في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تحفظي، موعد العودة للحسابات الفنية يعني بعد 45 يوم. اللي بعده كريم ندفد غضروف الركبة قبل تعرض اللاعب مؤخرا لرشح في الركبة، موعد العودة لم يتحدد، كان من المفترض عودته مطلع مارس الحالي، ولكن الرشح الأخير في ركبته تسبب في تأجيل موعد عودته مرة أخرى. شوية كواليس بقى، شوية كواليس حلوة كده خلونا نعرفها في معسكر النادي الأهلي. محمد شريف هيقود هجوم الأهلي أمام الإسماعيلي بعد جلسة موسيماني، وده الكلام بقى اللي أنا كنت بتكلم فيه مع حضراتكم، إنه اللي تكسبه لعبه ده ماشي حلو، ده اللي يلعب. ففي كان في جلسة ما بين بيتسو موسيماني وما بين محمد شريف، ومن المنتظر أنه يتواجد أساسيا ويقود هجوم الأهلي، وهيبقى تحتيه الثلاثي جونيور أجاي أفشة وحسين الشحات. وكنا قلنا لحضراتكم امبارح انه وولتر بواليا الافكار اللي موجوده انه يا اما محمد شريف يبقى موجود يا اما جونيور اجاي يبقى راس الحربه، فالفكره اللي احنا قلناها من فكرتين هم دول اللي كانوا جوه دماغ فعلا موسيماني، وفعلا محمد الشريف هو اللي هيبتدي في المباراه المقبله للاهلي امام الاسماعيلي، واشوف انه ده نوع من انواع العدل والتقدير. كمان من الكواليس كمان كان في جلسه لبيتسو موسيماني مع مروان محسن، الراجل أكد على ثقته الكبيرة في مروان وقال له أنه من العناصر الأساسية وأنه هيبقى له دور بارز في الفترة المقبلة بمشيئة الله. جلسة في الجيم لأيمن أشرف وطاهر على هامش مران الأهلي استعدادا للإسماعيلي علشان يبقى كل لعيبة بتحاول ان هي ترجع. الثنائي اكتفوا بس بجلسة في الجيم عشان تعرضوا لحالة كده من حالات الإجهاد العام. ده أخبار وتفاصيل الأهلي. ماذا عن أخبار وتفاصيل القلعة البيضاء نادي الزمالك بعد فاصل سريع؟ فاكر انا اول مرة جيتها كانت من سنين مش الله فرجاني يعني منك يا فرجاني اوه بابا مش مشكلة ما عندوش مشكلة
كابتن اشرف قاسم مشرف العام على كره القدم بنادي الزمالك، اليوم اخطر جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق انه في الغد ان شاء الله وتحديدا الساعه 2 الظهر هيكون في اجتماع دون الكشف عن تفاصيل هذا الاجتماع على الاطلاق. ابلغوا انه في اجتماع من قبل مجلس الاداره مع المدير الفني وما قالوش هو ايه اللي هيحصل في هذا الاجتماع. كل اللي بتمناه عشان ما اكررش نفس الكلام اللي انا بقوله هو الابقاء على باتشيكو وحل كل المشاكل المتعلقه باللاعبين، وارجو ان الناس تتابع وتسال وتعرف في مجلس الاداره ايه اللي بيحصل في موضوع الحراس الثلاثه. تاني هو تاني، ارجو ان الناس في مجلس الاداره تقعد مع المدير الفني وتعرف ايه اللي بيحصل ما بين الحراس الثلاثه دي، واحده من الامور المهمه. وارجو تاني انه الكلام اللي قالته وزاره الشباب والرياضه ده كلام في منتهى الاهميه. وزاره الشباب والرياضه قالت لك انا ساعدت نادي الزمالك ب 100 مليون جنيه في التوسط لبعض المؤسسات اللي كان ليها نادي الزمالك له فلوس عندها، يعني فيما يعني انه اجمالا في 100 مليون جنيه دخلوا النادي. فازاي بقى وفي ازمات لسه؟ والكلام ده مهم جدا جدا حتى على الاقل من باب المكاشفه الناس تبقى فاهمة إيه اللي بيحصل في الفترة ديت علشان المساندة المطلوبة يعني. لأنه للأمانة أنا بقول لك أهو، وأسف بقى أن أنا بقول لك كده، حالة التناحر داخل نادي الزمالك زادت عن الحد، حالة التناحر زادت عن الحد، وحالة التناحر دي هي اللي عاملة كده في مسألة عدم يعني تحقيق نتائج إيجابية على مستوى الفريق يعني. جاهزية حازم إمام قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا وتأهيل لشيكابالا، حازم إمام جاهز، شارك في التدريبات الجماعية وموجود مع الفرقة. كان طبعا زي ما حكوا عارفين كان عنده مشكلة في العضلة الخلفية. شيكابالا لسه بيعمل برنامجه التأهيلي للتعافي من إصابة الركبة، والزمالك زي ما حكوا عارفين بيستعد لمواجهة سيراميكا كليوباترا يوم الخميس الجاي على استاد القاهرة في الجولة ال 15 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز. لسه عندنا تفاصيل كتيرة ولسه عندنا انفرادات وحوار خاص وحصري لخفير، وخفير هو رئيس رابطة الدوري الإسباني. حوار مهم جدا، حوار من نوع خاص، هنعرفه مع حضراتكم بعد الفاصل. For the president of La Liga, Javier Tebas. زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم قبل الفاصل، لقاء في منتهى الأهمية وانفراد لبرنامج جمهور التالتة في سلسلة لقاءاتنا المختلفة والمنفتحة على العالم الأوروبي في كرة القدم العالمية، ولأول مرة عبر شاشات التلفزيون المصري معانا عبر زوم رئيس رابطة الدوري الإسباني سيد خافيير تيباس، وهو واحد من الشخصيات المعروفة جدا جدا والمؤثرة. ماذا عن خافيير تيباس في سطور؟ خافيير تيباس هو حاليا رئيس رابطة الدوري الإسباني، بالغ من العمر 58 عام، إسباني الجنسية، وهو يعمل في مهنة المحاماة. مسيرته في عالم كرة القدم، بداية عمله كان تعيينه رئيسا لنادي ويسكا الإسباني في 1993،
عمل في 11 نادي إسباني بالدوري الممتاز. تم تعيينه كنائب لرئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم لثلاث دورات بداية من عام 2001. خافيير تيباس تم تعيينه كرئيس لرابطة الدوري الإسباني في إبريل 2013 بحصوله على أصوات 32 نادي من أصل 42 بالدوري الممتاز ودوري الدرجة الثانية. تم انتخابه للمرة الثالثة مؤخرا كرئيس لرابطة الدوري الإسباني في ديسمبر 2019. أبرز إنجازاته في فترته كرئيس لرابطة الدوري الإسباني: في أول 4 سنوات استطاع أن يقلل مديونية الرابطة بنسبة 71% من 647 مليون يورو ل 184 مليون يورو. استطاع زيادة إيرادات رابطة الدوري الإسباني بنسبة 48% من 2.2 من 10 مليون يورو ل 3.3 من 10 مليون يورو في يونيو 2017، وهو رقم لو تعلمون عظيم. خافيير تيباس معنا من خلال هذا اللقاء عبر زوم. مستر خافيير اهلا وسهلا بك، سعداء بوجودك معنا عبر شاشة اون تايم سبورتس 2 وبرنامج جمهور التالتة. شكرا جزيلا لكم على هذه المقدمة. صحيح، في البداية أنا اللي بشكرك لوجودك معنا وبسأل حضرتك، كيف تمكن الدوري الإسباني من استئناف مبارياته في هذا التوقيت العصيب وبدون جمهور، وهل كانت هناك خطة معمول بها لمدة عام كامل للعب بدون جماهير أم لا؟ قلت أنه لا planteamos desde el في الأيام الأولى من الحجر الصحي، وكنا نعرف أن يوما من الأيام سوف تنتهي هذه الجائحة ونعود إلى الطبيعة. كان لدينا خطة خاصة تركز على كيفية العودة إلى التدريبات وكيفية العودة للعب في الملاعب، وكنا نعرف أن هذا سيكون بدون جماهير لمدة طويلة من الوقت، ولذلك فقد قدنا بوضع بروتوكول معين، وذلك تقيدا بالقوانين الموضوعة وخاصة من طرف اللاعبين، وإلا فإن ليغا سانتاندير لا يمكن أن نكون قد حققنا ذلك دون مساعدة الجميع وتعاون الجميع، وهذا حصل منذ سنة. لم نتصور أننا سنستغرق هذا الوقت دون جماهير في الملاعب، ولكننا بما أننا لم نكن نعرف الوقت فإن الأخبار كانت تأتي يوميا أو أسبوعيا، وكان هناك مستجدات، وكانت الجائحة تمتد وتمتد أكثر وأكثر، ولذلك فيبدو أننا رأينا هذا النور في نهاية النفق، ولكن لا نعرف تماما متى سنعود إلى الحياة الطبيعية تماما. هل لنا أن نعرف مقدار الخسارة التي تعرض لها الدوري الإسباني جراء عدم تواجد الجماهير في المدرجات من خلال الإحصائيات، من خلال الأرقام المعمول بها لديكم؟ Bueno, los cálculos los hemos hecho ya hasta 30 de junio. 30 يونيو من 2020 كانت الخسارة حوالي 2000 مليون 9 بليون، ولكننا تمكنا من تخفيض التكاليف واستخدام بعض الإدخار الذي كان لدينا، ولذلك فإن المبلغ الذي تمت خسارته من طرف الجميع وخاصة من طرف الأندية فكان حوالي 1100 مليون يورو. أتحدث عن نقطة عودة الجماهير، هل تتوقع أن تعود الجماهير مرة أخرى بعد انقشاع جائحة فيروس كورونا أم لا؟ نعتقد ونأمل أن تحسن الحاجة وأن نسبة العدوى تنخفض قليلا قليلا، وأن فكرتنا هو إذا كانت هذا النمط سيكون هكذا دائما في نهاية أبريل أو أوائل مايو، يمكن
أن نبدأ بالسماح للنسبة مئوية مثلا حوالي 10 أو 20% من الجماهير لحضور هؤلاء هذه الملاعب، ولكننا يجب أن ننتظر ونرى. صحيح. في يوليو 2018 باع ريال مدريد كريستيانو رونالدو ليوفنتوس. ما رأيك في هذه الصفقة تحديدا، رحيل كريستيانو رونالدو من الدوري الإسباني إلى الدوري الإيطالي؟ كيف رأيت أو وصفت هذا الأمر؟ decisión de los traspasos de los jugadores. قرار الانتقال هو يعود إلى الأندية، وإذا كان ريال مدريد يعتبر ذلك مناسبا فإنه قرار مناسب. أما بالنسبة لي فأنا دائما أفضل أن يبقى أفضل لاعبون وأفضل مدربون في الليغا، ولكنها قرارات تعود إلى الأندية، وأنا أحبذ وأحترم دائما القرارات التي يتخذها الأندية، ولكننا معتدون على هذا النوع من القرارات. لقد حصل ذلك مثلا مع نيمار في السابق، وما زلنا نقوم بكل هذه الأشياء منذ ذلك الحين. من وجهة نظرك، هل تأثر الدوري الإسباني من الناحية التسويقية ومن الناحية المادية عند انتقال كريستيانو رونالدو أو بعد انتقال كريستيانو رونالدو إلى الدوري الإيطالي أم لا؟ إذا كنت تتحدث بالمعنى الرياضي فإنه كان أكبر الهدافين، أما فيما يتعلق بالجهة المالية فإننا لم نتأثر كثيرا، وكنا قد تحضرنا لهذا الانتقال كي لا تأثر لليغا بهذا، وأن لليغا الإسبانية ما زالت تعمل على المستويات الرفيعة والعالية التي عملت فيها دائما. في صيف العام الماضي كانت هناك أزمة تخص ليونيل ميسي وقرار رحيله عن برشلونة. كيف رأيت هذا الأمر من وجهة نظرك، رحيل نجم بحجم ميسي ليس من برشلونة إنما أيضا من الدوري الإسباني، وهو سؤال مماثل للسؤال عن كريستيانو رونالدو؟ أسأل حضرتك بصفتك رئيسا لرابطة الدوري الإسباني. Yo tengo que respetar lo que Messi decide cuando. علي أن أي قرار إذا قد تمدد العقد مع أي لم يمكنه أن يذهب، لأن عقده لم يكن يسمح بذلك. يتعلق بميسي برونالدو وإلى أي أندية أوروبية أخرى عندما ينتهي العقد. ولكن لاليغا كانت حاضرة وجاهزة لهذا الانتقال المحتمل، ولكننا كنا قد اتخذنا كل الإجراءات اللازمة. أود أن أسألك في نقطة تشغل بال متابعي الدوري الإسباني. أنا من متابعي الدوري الإسباني، ومجموعة كبيرة جدا جدا حول العالم بالملايين تتابع الدوري الإسباني. هل تعتقد أن رحيل كريستيانو رونالدو والرحيل المحتمل ليونيل ميسي سيقلل من فكرة متابعة كلاسيكو الكرة الأرضية الذي كان يحظى دائما وأبدا بنسبة متابعة تاريخية حول العالم؟ لا، لا أعتقد أن هذا سيحصل. نحن بالطبع نتحدث عن لاعبين عظيمين وقد طرزوا تاريخا في كرة القدم الإسبانية. منذ سنتين عندما ذهب رونالدو لم نتأثر أبدا، حتى لم نشعر بذلك، ونعتقد أنه مع ميسي يمكن أن يحصل نفس الشيء. نتمنى أن يبقى معنا، ولكن هذا ليس في أيدينا. لم نتأثر بذهاب رونالدو، ونتمنى إذا قرر أو إذا ذهب ميسي من فريق البرشلونة، أعتقد أن الليغا لن تتأثر بذلك، وخاصة فيما يتعلق بالجمهور. صحيح. أسألك سؤال من نوع آخر فيما يتعلق برأيك،
ما هو الدوري الأكثر متابعة حول العالم؟ Bueno, yo creo que estamos a nivel de seguidores muy igual. أعتقد أنه فيما يتعلق بالجمهور أو الجماهير التي تتابعنا فإننا متساويين تقريبا مع الدوري الإنجليزي. نحن لدينا أكثر مثلا أو هم لديهم أكثر في الشرق ونحن لدينا أكثر في أمريكا اللاتينية وهذا ما يخلق نوع من التوازن. ربما الدوري الإنجليزي لديه أكثر من جماهير ولكن هذا يعود إلى المنطقة التي تتواجد فيها وأنه في أمريكا اللاتينية هناك جماهير أكثر وذلك وفقا للمعلومات والإحصائيات المتوفرة لدينا. من أكثر انتشارا في البلدان العربية وفي الشرق الأوسط، الدوري الإسباني أم الدوري الإنجليزي؟ أعتقد أن لا ليغا وفقا للمعلومات المتوفرة لدينا وذلك على مستوى الجمهور في شبكات التواصل الاجتماعي في الشرق الأوسط وعلى المشاهدين على شاشات التلفزيون فإن لدينا معلومات تشير إلى أن هناك جماهير أكثر من التي لدى الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط. طوال السنوات الماضية لا يخفى على أحد ونحن نتابع الدوري الإسباني حملات وهجوم وانتقاد بعض المشجعين للأندية المختلفة وعلى رأسهم برشلونة وريال مدريد تحديدا حتى كمان بعد تطبيق الفار ما زالت هناك بعض الانتقادات. كيف تتعامل مع هذا الكم من الانتقادات بطبيعة وبحكمة تخلق دائما العدالة والمنافسة في هذا الدوري؟ أنا أعتقد أن التوازن موجود. ربما يكون هناك نقد من طرف ريال مدريد أو برشلونة ولكن هذا يعود إلى التنافس أنه في عام 2015 كان هناك تعديلات مهمة جدا فيما يتعلق بكافة الإدارة وكل ذلك وهذا ما ساعدنا على أن نكبر كثيرا وأن نحسن هذا التنافس ونحن دائما دافعنا وأن عن ذلك وساعدنا كافة الأندية كي تعمل على أن تكون لليغا من أفضل الدوري في العالم. مستر خفير، كان لك تصريحات فيما مضى أعلنت فيها عن تشجيعك لريال مدريد، هل تعاني من إعلان انتمائك لريال مدريد؟ هل سبب لك هذا الأمر بعض المتاعب بعض المشاكل؟ أنا دائما كنت شفاف ويمكن أن أما في ما يتعلق بنمطي في أعمالي فإني لا أتخذ أي قرار يمكن أن يحبذ أو يمكن أن يضر أي نادي أو أي لاعب. هل فكرة خفض الليجا لسقف رواتب الأندية ل 610 مليون يورو تقريبا في هذه الحدود كان بسبب فيروس كورونا تحديدا أم لأسباب أخرى لها علاقة بترشيد الإنفاق؟ لا ليغا تي ان سيستيما ايكونوميكو لا ليغا لديها نظام مراقبة وتحاول أن الأندية أن تنفق ما تدخل أما إذا كان ذلك أكثر من ذلك فإن هذا يمكن أن يؤثر علينا ويؤثر حتى على التلفزيون وهذا ما سيؤثر أيضا على الرواتب وأن هذه الأزمة ساعدت على أن الاستدامة الاقتصادية للليغا يمكن أن تكون قد تأثرت ويمكن أن تكون بعض الأندية قد دخلت في أزمات اقتصادية أو مالية مثلا.
في ظل الحالة الاقتصادية لأندية الليجا الإسبانية، هل تتوقع أن ينجح ريال مدريد أو برشلونة في إتمام صفقة للتعاقد مع محمد صلاح نجم ليفربول أم لا؟ Lo veo difícil que para esta. أعتقد أن هذا سيكون صعبا لهذا الصيف، كما وأعتقد أنه حتى الآن سوف لن يكون من السهل عليه أن ينتقل من إنجلترا، لأنه لن يكون هناك أموال كافية، وخاصة لما يمكن أن يكون ثمن صلاح. وأعتقد أن هذا الصيف لن يكون فيه أي انتقالات كثيرة، يمكن أن يكون هناك استثناءات مثلا، ولكنني لا أرى ذلك. إن شاء الله وأتمنى أن يحصل ذلك، ولكن لا أعتقد أن يكون هناك انتقالات كبيرة كما قلت. رأيك في عودة خوان لابورتا لقيادة برشلونة مرة أخرى بعد انتخابه بالأمس؟ كل ما أقوله أن فريق البرشا أخيرا لديه رئيس، ومنذ أشهر لم يكن هناك أي استقرار مؤسساتي في نادي برشلونة، وهذا شيء جيد، حيث جان لابورتا، وما يمكن أن نقوم به هو أن ننتظر ونرى كيف سيقوم بعمله كرئيس لنادي البرشلونة. إنه لا نعمة لأن يكون لنادي برشلونة أن يكون لديه رئيسا أخيرا، وخاصة فيما يتعلق باستقرار هذا النادي. صحيح. سؤال الأخير وأرجو ألا أكون قد أطلت عليك، وهو متعلق بتجربة رابطة الدوري الإسباني. أريد أن أعرف كيف نجحتم في فصل الأمر عن الاتحاد الإسباني لكرة القدم؟ لدينا هنا في مصر بعض الخلط بين دور الاتحاد وبين فكرة أصلا تواجد الرابطة، لعلنا نستفيد من هذه التجربة ونحن نتحاور مع حضرتك. في الواقع أن الليغا لم تنفصل من الاتحاد، إنها ضمن الاتحاد ولكنها مستقلة، وأن الفرق الرئيسي هو أن الليغا تتألف فقط من الأندية والأندية المهنية المحترفة، ولديها فئة. أما فيما يتعلق بالاتحاد فإن الاتحاد يدار من قبل الحكام، أما في عالم الاتحاد ونحن ضمن هذا الاتحاد لدينا استقلالية تامة، ولدينا حقوقنا، وبإمكاننا أن ننظم أنفسنا، أي نحن مستقلين، ولكن الرابط مع الاتحاد فهم الحكام والاتحاد بحد ذاته. لا تحدث خلافات، أنت حضرتك تتحدث عن استقلالية وليس انفصال، لا تحدث خلافات ما بين الاتحاد وبين الرابطة، هناك شبه يعني وضوح في الخطوط؟ هناك مشاكل دائما يوميا مع الاتحاد، وخاصة لأن الاتحاد لا يفهم هذا الاستقلالية، لا يفهم هذه الأشياء التي نحن نقوم بها كاستقلاليتنا، لأننا نحن نقوم بكسب كل هذه الأموال، نحن نقوم بإدارة كل ذلك، ولكن بالطبع أن هناك مشاكل، ولكن بشكل عام لقد شرحت ما هو الفرق بين اتحاد إسبانيا لكرة القدم ولليغا، وأننا هكذا نعمل وهكذا نحاول أن تسير أعمالنا بشكل جيد. سؤالي الأخير، أنت رفعت القيمة التسويقية للدوري الإسباني، كيف فعلت ذلك؟ لا يمكنني أن أجيب على هذا السؤال في 30 دقيقة. أولا بالعمل الدؤوب،
ونعمل دائما وخاصة في ماركة المنافسة والتنافسية بحد ذاتها، وهذا ما نعتبره مهما، لأن الليغا سانتاندير التي تتألف من الأندية المحترفة 20 نادي، كي نعرف الليغا كي لا تكون فقط لهؤلاء أندية. أنا لا أتحدث هنا عن تنافسية رياضية، وإنما عن تعرف، عن معرفة الماركة، ماركة الليغا. وهذا هي فيما يتعلق بالوسائل الصوتية أو المسموعة، الاتصالات، في كافة الأوجه عملنا، وخاصة فكرة أن ماركة الليغا يجب أن تكون المهيمنة قبل كل شيء. مستر خفير تيباس، أنا بشكرك شكرا جزيلا وسعيد بهذا اللقاء، وأرجو ألا أكون قد أثقلت عليك في الأسئلة، ولكن هذا شرف بكل تأكيد لبرنامج جمهور الثالثة ولأون تايم سبورتس 2. بشكرك شكرا جزيلا. شكرا لكم جزيلا وإلى اللقاء قريبا. أشكرك شكرا جزيلا مستر خفير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني. حوار في منتهى الأهمية وفي عناوين مهمة جدا جدا، سواء الحديث عن فكرة استقلالية الرابطة عن الاتحاد، قال لك في مشاكل، بنعرف نتعامل. رئيس الرابطة أعلن قبل كده عن انتمائه لريال مدريد، بس برضه ما فيش مشاكل، الناس بتعرف تتعامل مع الموضوع ده. الراجل تم انتخابه مؤخرا للمرة الثالثة في عام 2019 وما زال ينجح. في مشاكل، ده موجود، ولكنه بينجح. السؤال المهم مع كل شخصية كبيرة مسؤولة حول العالم، عندما يأتي اسم محمد صلاح تفاجأ دائما بالإجابة، قالك أن نتمنى أن محمد صلاح يكون موجود في الدوري الإسباني، يبقى قيمة أكيد كبيرة للدوري الإسباني، ولكن هو يتحدث في نقطة محددة، قالك لا أعتقد أن هذا الأمر سيكون متاحا خلال الصيف. وأنا سألته من الناحية الاقتصادية وقدرة الأندية الكبيرين برشلونة وريال مدريد على الاستحواذ على خدمات محمد صلاح، قالك أتمنى أن محمد صلاح يكون موجود، ولكن ده هيكون يعني صعب جدا أن هو يكون موجود في هذا الصيف. تصريحات في منتهى الأهمية. لازم أشكر الحقيقة الأستاذة ياسمين منسقة الإعلامية لدورها الكبير اللي قامت بيه معانا، أستاذ جورج القائم بالأعمال الترجمة، بشكره شكرا جزيلا، والصديق العزيز المتألق حامد وجدي مازال بيمتعنا بسلسلة الانفرادات. حامد ما شاء الله عامل شغل كبير الفترة دي، رومينيجا، رامون كالديرون، والسلسلة بتكتمل بحوار مهم جدا جدا وانفراد لجمهور الثالثة خفير تيباس. لسه احنا مكملين معاكم، والنهاردة الاثنين العظيم، وهو عظيم في كل حاجة زي ما كنت بتكلم مع حضراتكم في بداية الحلقة. بعد الفاصل ما تنسوش الهاشتاج بتاعنا تامر وعز في جمهور الثالثة. النهاردة حلقة سخنة جدا جدا جدا. ليه الأهلي اتعادل؟ لا ده في موضوع كبير في موضوع الأهلي اتعادل بقى فنيا في التفاصيل، ده انت هتسمع حاجات وتشوف حاجات انت ما شفتش الماتش بتاع الأهلي، وفي ماتش الزمالك والترجي هتشوف حاجات غير اللي انت شفتها خالص، أوعدك يعني كالعادة كل اتنين. فما تنسوش الهاشتاج بتاعنا تامر وعز في جمهور الثالثة، خليكم معانا بعد الفاصل. أجدد الترحيب بحضراتكم وفقرة بلوك التحليل تامر بدوي وأحمد عز، والهاشتاج بتاعنا تامر وعز في جمهور التالتة. خلونا نرحب بنجومنا اللي مشرفنا ومنورنا. يا كابتن تامر أهلا وسهلا بك، مساء الفل. أهلا وسهلا بيك يا هيمة، وحشني. مستعد؟ إن شاء الله كله تمام؟ يلا بينا. يا زيزو مساء الورد. مساء الفل. منور متألق. حلقة صعبة قوي قوي. قوي قوي وسخنة قوي قوي. لأن احنا بنتكلم على وقت الأهلي والزمالك الاثنين حالتهم مش أفضل حال، الجمهور في الأيام اللي بيبقى فيها سقوط زي كده بيبقى جمهور شرس، بيبقى جمهور غضبان وعايزك تسلمه الضحية. صحيح. وفي أوقات كتير في الحقيقة ما بيبقاش فيه ضحية، وفي أوقات كتير الغضب ده كمان بيبقى عامل مساعد على سقوط آخر وعلى ضغوط أخرى. ف ازاي بقى تهندل كل الكلام ده؟ ده اللي احنا هنعمله النهارده. ده اللي احنا هنعمله النهارده.
طيب السؤال بتاعنا، فين المشكلة من وجهة نظرك في الأهلي وفي الزمالك تحليليا، وإيه الحل؟ ده السؤال اللي احنا سألينه ليه حضراتكم في الهاشتاج بتاعنا تامر وعز في جمهور التالتة. هنتكلم الأول عن الأهلي وفيتا كلاب ثم مباراة الزمالك. نبتدي الأول بالأهلي، مظبوط؟ مظبوط. ماشي، الأهلي نبتدي بالاهلي وحالات الاهلي يا تامر، اتفضل. طيب قبل ما ادخل في الحالات الفنيه لازم اتكلم على نقطه مهمه جدا لاحظتها في الاهلي في الفتره الاخيره. الاهلي اكبر نادي في مصر، اكبر نادي في افريقيا، النادي اللي بيحلم ان هو يرجع تاني لكاس العالم للانديه السنه الموسم ده بعد ما يفوز بدوري ابطال افريقيا. ده لو هو عاوز يعمل كده لازم يتحول يا ابراهيم ويرجع الى فعل، ما يبقاش رد فعل. ليه بتكلم على الموضوع ده؟ لان نتائج الاهلي في الفتره الاخيره بتقول الموضوع ده. لما تيجي تتكلم على المباراة اللي فاتت أو آخر مباراة للأهلي أمام فيتا، الأهلي كان رد فعل، فيتا هو اللي كان فعل. يعني رد فعل وفعل؟ يعني الأهلي هو المفروض اللي بياخد الخطوة الأولى مش بياخد الخطوة الثانية. الخطوة الأولى اللي أخدها كان فيتا كلوب لما سجل في مرماك وبدأت أنت اللي تدور على هدف تعديل النتيجة. المباراة اللي قبل فيتا كلوب بتتكلم على مباراة سيمبا، الأهلي رد فعل، ما كانش فعل. ليه؟ لأن هو اللي استقبل الأول قبل ما يبدأ يدور على هدف التعادل. قبل سيمبا افتكر معايا كانت مباراة المريخ سجلت أنت فيها هنا في مصر، فأنت كنت الفعل. أيوة. بينهم محليا ماتش طلائع الجيش كنت انت رد فعل بعد ما احمد سمير اتقدم من ضربه حره ثابته حطها على يمين الشناوي. كاس العالم للانديه في مباراه بالميراس الثالث والرابع ولا انت ولا هم كانوا فعل او رد فعل، المباراه انتهت بالتعادل السلبي. بايرن ميونخ طبيعي وعادي جدا ان انت تكون رد فعل. مباراه الدحيل كنت فيها فعل، لكن قبليها اخر مباراتين ليك في الدوري قبل ما تروح كاس العالم للانديه بيراميدز تعادل سلبي، قبليها المقاولين عملت كومباك صحيح تاريخي ب3-2 لكن كنت رد فعل بعد ما اتاخرت بهدفين. فاذا الاهلي مطالب في الفتره اللي جايه انه لازم يشتغل على ان هو يكون فعل، لان هو اللي دايما بيبحث عن الفوز. دي كانت اول ملحوظه بس لاحظتها على بس الاهلي. بس ينفع اسالك هنا فيها؟ طيب ما هو انا بروح على الجول وما سجلتش، دي قصه ثانيه خالص دي. بس اقصد ما انا عملت الفعل اهو، انا رحت على الجول وضيعت فرص ما تضيعش. التركيز بقى هنا التركيز دي النقطه الثانيه. مظبوط. يعني احنا بنتكلم في ان بس هنا بقى السؤال والنقطه اللي تنقلنا السؤال الاساسي اللي في ذهن كل المشجعين، هل بيتسو موسيماني نجح بانه وصلك للجول كتير ولا فشل لان فريقه ما سجلش؟ تمام. هل يتحمل المسؤوليه ولا لا يتحمل تلك المسؤوليه والمسؤوليه دي عند اللاعبين؟ ده السؤال الاساسي اللي الناس كلها عماله تفكر فيه، وبسببها انت شايف رايين متضادين تماما فيما يخص بيتسو موسيماني. هو ده السبب الرئيسي. يعني الناس بتقول لك يا جماعه طب ما هو اداك على الجون عامل ايه اكتر من كده، والناس الثانيه بتقول لك لا ما هو ليه قتل محمد شريف في الوقت اللي كان متالق فيه عشان وولتر بواليا، وليه ما بيريحش مجدي قفشه، ليه مصر على حسين الشحات. دي الاراء اللي احنا رصدناها على السوشيال ميديا في الفتره اللي فاتت كلها في الحديث عن دور بيتسو موسيماني في المعضله دي. صحيح. في الحقيقه
في ثلاث أربع نقط رئيسية قبل ما تامر يتكلم فنيا في الحالات دي. ماشي. نقطة الأولى إن على اللاعبين دور، على اللاعبين دور كبير. بمعنى إيه على اللاعبين دور كبير؟ زمان أنا عمري ما كنت بسأل عماد متعب أصله سريع بس فلان بيلعب بظهره للجول، بس النبيو بيلعب بظهره. متعب بيلعب ليه؟ لأن متعب كامل، متعب أقرب للكمال، والأهلي محتاج النوعية دي من اللاعبين. مش فلان اللي عنده سرعة بس ما عندوش قوة، وعلان اللي عنده قوة بس ما عندوش سرعة، وفلان اللي بيباصي بس ما بيعرفش يشوط. دي معضلة ما كانتش موجودة. كلاس إيه هي نقطة واضح إن الأهلي محتاج يحطها على الليستة بتاعته علشان يحافظ على الاستمرارية، عشان يحل مشكلة الفاعلية. إذن فالنقطة الأولانية هي عند اللاعبين، إن اللعيبة لازم تتحسن عن كده كتير في التهديف، وده دور بيتسو موسيماني. لازم نجيب كلاس ايه قدام الجون، لازم يكون جاي عندي لعيب في الاهلي في فترة الانتقالات المقبلة الريت بتاع الجوان بتاعه عالي، وده دور الاختيار ده هيبقى دور بيتسو موسيماني. تمام. وبالتالي لو انت بقى ملحقتش تعالج المشكلة الاولانية بتاعت اهدار الفرص، ما اعتقدش انك هتلاقي نفسك موجود في الوقت اللي انت هتشتري فيه اللعيبة. طيب. فهي طيب. الفكرة عند بيتسو موسيماني في الاصل دلوقتي. طيب خليني اخد من الهاشتاج بتاعنا تامر وعز في جمهور التالتة، ونعرف الناس شايفين من وجهة نظرهم المشكلة عند مين تحديدا. ثانية واحدة. تامر انا عارف ان عندك حالات كتير مش هعطلك، بس خليني اقول لك دكتور شريف بيقول لك مشكلة الاهلي والزمالك نفسية، لعيبة الاهلي حاسة انها هتكسب. حلو. عاوز اقف بس عند حتة نفسية دي يا ابراهيم، لاني هختم حالات الاهلي بالحته النفسيه بسؤال نفسي. طيب ماشي. لان الموقف اللي بقى فيه وولتر بواليا بقى موقف لا يحسد عليه. طيب. محمد صلاح، مساء الفل عليك يا سلطان وعلى نجوم التحليل. الزمالك اللعيبه محتاجه تركز في نهايه الهجمه وتصفي النيه لبعض ويعرفوا يقدروا قيمه تيشيرت الزمالك. وليد، مشكله الاهلي في الخط الامامي، ما فيش اللاعب اللي تقدر تقول عليه هداف يخلص لك نص فرصه. اغلب الخط الامامي فقد الثقه في نفسه بسبب الضغوط عليهم. مشكله الزمالك اوضه اللبس مش صافيه لبعضها. عمرو بكري بيقول المشكله في الزمالك وجود عصبيه في اللعب من اللعيبه والانانيه في معظم الفرص، اما الاهلي فالمشكله في عدم انهاء الفرص المحققه بسبب عدم ثبات التشكيل وعدم التركيز من بعض. حلوة قوي الرأي ده. آراء عظيمة جدا. طيب. عبد الله فرج بيقول مشكلة الأهلي هي الاعتماد واللعب بأكتر من طريقة لعب في فترة قصيرة، وأيضا عدم ثبات الثلاثي الأمامي وعدم تركيز بعض اللاعبين في استغلال الفرص. الناس بتقول آراء عظيمة جدا. طب يلا بينا نروح للحالات بقى بتاعتنا. يلا بينا نعرض الحالات. وجهة نظري الشخصية يا إبراهيم، طبعا الأهلي في النواحي الهجومية مازال بيلعب الكرة الهجومية الجيدة جدا، الاسلوب او تيبيكال لعب موسيماني اللي احنا تعودنا عليه. الكوره بتطلع من ورا لقدام بصوره منظمه، فيها استلام وتسليم عالي جدا، فيها تمرير، فيها تحركات من غير كوره. أيوة. يلا نبدا في الحالات. الحالات دي طبعا دي اول حاله معانا. انت بتلعب فرقه على قد ما هم عندهم سنه طيبه، ناس طيبين قوي، لكن برضو كانوا مصعبين الجيم شوية، انهم بيلعبوا كلهم تحت الكرة، تحت مستوى الكرة، ومضيقين مساحات نوعا ما. لكن هنمشي بالحالات. يلا عظيمة. الاهلي في مرحلة التحضير، انا عاوزك بس تحط عينك عند ايمن اشرف الباك ليفت، تروح رايح فين. بدر بنون بيحضر، راح لقفشة اللي بعده عظيمة. قفشة استلم الكرة، تمرير كتير قوي بالعرض والورا، لان فرقه فيتا كلها زي ما انت شايف راجعه في نص ملعبها من بدر لهاني. احنا بنتكلم على انهي حالات تحديدا؟ الحالات الهجوميه. الحالات الهجوميه مزبوط. عايز تقول ايه منها في الحالات الهجوميه؟ عاوز اتكلم ان ابرز حاجه ظهرت حاجتين او ثلاثه. ماشي. اول حاجه الكواليتي العالي قوي 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 عند بدر بنون. ماشي. صراحه ماشي. النقطه الثانيه، الاهلي يشتغل على الحفاظ على قوه الضربه بتاعته اللي هي الاطراف، وكمان اضاف ليها تفضيه عمق نص الملعب علشان يضرب التكتل الدفاعي بتاع تيم فيتا. يلا بينا. هنا راحت بقى لمين؟ لبدر بنون. بس اقف هنا. هنا بدر بنون في مرحله البيلد اب، الراجل الكوره تحت رجله، بص كده الباك ليفت رافع ايده الاثنين اللي هو ايمن اشرف. بص يا هيما معاك، رافع الكوره، رافع ايده وبيطلب الكوره. هنا الكواليتي العالي قوي بتاع بدر بنون. مدافع مدافع مش طبيعي يا ابراهيم. عارف بيفكرك كده ريو فيردناند، بيفكرك بلوسيو، كورته عاليه قوي. بتمريره واحده، بص اللي هيحصل، بتمريره واحده نموذجيه فيها قوه ودقه، هيضرب كام لعيب
عد بقى كده لا ارجع يا عظيمه اللي فات، 1 2 3 4 5 6 7 بتمريره واحده هيطلع 7 لعيبه بره اللعب او بره الحاله الدفاعيه. عمل واحده لونج بول طويله نازله بالسنتي عند ايمن اشرف، استلم ببطن رجله الشمال وعمل كروس عند نقطه البينالتي لقفشه. هنا اقف، هنا سوء التقدير من وجهه نظري، قفشه كان لازم يقابلها ببطن رجله افضل ما ينزل ليها، لان حتى لما ينزل هنا للكوره هنا بجزعه او ينزل بيها على الارض مش هتطلع قويه، فكان وجهه نظري انه يقابلها ببطن رجله اليمين على شمال الحارس، لكن انهاء للهجمه غير موفق من قفشه. اللعبه اللي بعديها على طول عشان ننقل تيبيكال لعب موسيماني يا ابراهيم، الكره من اول رجل الشناوي، هنبدا اللي بعديها عظيمه. الاهلي بيبدا مرحله تحضير للهجمه من ياسر اللي بعده عند ديانج، ديانج هو اللي هيبدا الكره هنا، ديانج هو اللي هيقوم بدور اللعيب رقم 8. ديانج هيعمل دريبل بالعرض وهيبدا يمشي، حط عينك على ديانج، على اليو ديانج. الكره راحت لبدر بنون، طبعا بدر زي كالمعتاد اقف برده هنا هيمه، ده برده الكواليتي العالي بتاع مدافع، مدافع واحد بتمريره بقلب حديد بيعمل تمريره بالطول قدام كام لعيب اخضر في اسود وبيضربهم برده كالمعتاد، بيضرب اكتر من لاعب. يلا يا عظيمه تمريره بالطول على الارض للعيب رقم 10 اللي هو قفشه اللي نازل يستلم، قفشه عمل ترن واستلم وفات، طلع اكتر من كام لعيب بره اللعب، نزل اجاي يستلم منه، حط الاجاي، اجاي عمل معاه 1 2 ريح حاله تاني، قفشه حط للشمال اللي بدا الهجمه من هناك مع الشناوي اللي هو اليو ديانج. الراجل لم ببطن رجله الشمال وكسر لجوه وحطها ده كان ده الشحات ده قفشه، برافو عليك قفشه، وحطها جنب القايم الشمال، عمل ريكورد في صناعه اللعب وفي اظهار الفرص. مظبوط، فاذا الاهلي محافظ على الحالات دي. اخر حاله هجوميه او الحاله كمان اللي بعديها علشان نلخص هنا، الحاله اللي انا بكلمك عليها يا ابراهيم حاله اتكررت كتير بس انا جبت لك ابرز واحده، تفضيه عمق الملعب، فرقه متكتله وماسكه في نص الملعب يعني مقفلين بس بطيبه، ماشي يعني بس ده طيبين. التمركز بتاعهم خليني اشرح لك، 4 على الخط الخلفي ثم 3 لا هرجع العظيم لحظه على مستوى محمد مجدي قفشه، 3 ثم 2 والمهاجم الوحيد اللي ممكن عنده صلاحيات ان هو ما يلعبش تحت مستوى الكره. الكره رمي التماس مع الاهلي من هاني لحسين الشحات، بيريح له وان تاتش على طول من لحسين الشحات لهاني. بص مين اللي جاي من عند الحكم عشان يستلم، وبص مين اللي هيبدا يعمل ترن وهيدخل في المساحه اللي عند الحكم اللي هتبقى مساحه فاضيه. قفشه جاي يستلم من هاني، هاني بيعملها له بوش رجله الخارجي، قفشه استلم كويس جدا تحت ضغط، عمل بيها دريبل، بدا يتحرك له ديانج في المساحه الفاضيه اللي بقت فيها العمق، لو عملت دايره عند الحكم مساحه كبيره جدا فاضيه، عمل ترن قفشه وحطها له بوش رجله الخارجي اليمين وخلاه ضرب كل لعيبه نص الملعب وحطه في المواجهه. صحيح. وجهه طيب. نظري هنا التصرف كان غلط من ديانج، لان ديانج جاي فول سبيد او سبرنت باقصى سرعه، صعب جدا جدا تعمل تشيب في ظهر المدافعين وانت جاي باقصى سرعه وتلحق تطلع وتنزل وانت المسافه ما بينك وما بين مهاجمين الاهلي ضيقه كده. كان وجهه نظري التصرف الامثل بوش رجله الخارجي اليمين وهو بيجري على الارض لبواليا يوديه انفراد، او اقصى تقدير لو مش قادر تعملها افتح ببطن رجلك اليمين لايمن اشرف هناك جريه في الطرف الشمال وادخل خد العرضيه، لكن هو قرر يعمل التشيب الصعب جدا اللي كان وهو جاي مندفع طلع قوي وطلع الحارس ومسكها. ناخد شويه من الهاشتاج بتاعنا وبعدين نروح ل انا عاوز بس انهي لك بحاله وولتر بوليا الانفراد لان دي عملت جدل كبير جدا جدا. طيب الناس بس نشوف ردود افعالها ايه. عمر بيقول صباح الجمال عليك يا سلطان وعلى اكتر اتنين بيفهموا الكوره في مصر، ليه احمد سيد زيزو مش بيلعب مهاجم صريح في ظل الظروف ديت؟ واو حلو السؤال، حلو وجديد وصعب. ماشي زيزو سيد بيقول تحياتي السلطان ابراهيم فاق وتامر وعز بتقدموا عظمه، ايش يا كده يا كابتن تامر وعز راق والسلطان بيعمل لقاءات جامده واشكرك شكرا جزيلا. احمد حامد بيقول الاهلي مش محتاج غير احمد ياسر ريان ولو كان خد فرصته كان ممكن التهديف زاد. نقطه حلوه محتاجين نتكلم فيها. نسال الناس السؤال المهم، هل الاهلي محتاج مهاجم ولا اعتقد اي حد دلوقتي هيقول لك اه محتاج مهاجم ولا محمد الشريف ياخد فرصه؟ ده بقيت السؤال. حلو، سؤال حلو ومهم ليه بقى مهم؟ الناس كلها بتقول في نقط، اولا لازم نبقى مدركين ان الجهاز الفني بيتحرك بنقاط احنا مش شايفينها في التدريبات. أيوة. زي لما عماد متعب طلع وقال ان احمد ان محمد شريف كان اعترف بانه ما كانش في افضل مستوى ليه في التدريبات في الوقت اللي والتر وصل فيه الاهلي، وبالتالي انت ما كنتش شايف ده في الكواليس بس هو
جزء من القرار بتاع المشاركه. ومحمد شريف حاليا منتفض وممتاز والناس كلها بتقول هو ما بيلعبش ليه، بس هو في الحقيقه ما هو لعب ماتش طلع الجيش. فهي الحقيقه انت محتاج تثبت واحد فيهم لفتره طويله علشان الناس يبقى عندها اصلا قناعه بانك شايف فعلا اللاعب ده اخذ كامل فرصه، وبعدين تسيب حكمك عليه. والله ده اللي قلته عز، لازم تكمل رهان على واحد. بالظبط كده، دي نقطه مهمه جدا. طيب نرجع لاخر حاله بقى، حاله بولتر بواليا علشان نتكلم عليها، لان هو ده مدخلنا لموضوع مهاجم الاهلي واللي احنا بنتكلم عليه. لكن لو تفتكر الحلقه اللي فاتت كنا لمنا شويه على موسيماني ان بعد ما محمد شريف وصل لمستوى مش فاكر، اعمل نفسك ناسي انت عادي. فاكر قال حاجه، اعمل نفسك ناسي عادي، ولما بتفتكر يعني بيدفع على رايك. والله لا النهارده بيكلمني يقول لي لا اعزمك، والله ما حصل مش عايز. والله مش عايز، انا فعلا مش عايز. كنت بتقول لي ايه؟ لا مش عايز. ايوه هات ورا كده وخليك حلو. انا مش فاكر كنت بقول ايه، بس يعني في التليفون اكيد بقول حاجه ماشي ما ينفعش تتقال هنا يعني. هنا نفس الموضوع يا هيما، بسرعه هنبدا نمشي مرحله بنيه الهجمه. حسين الشحات نزل استلم، اللي بعديها الكره هنا وولتر بوليا راح في الطرف الشمال عشان يستلم. بالمناسبه دي كره الانفراد، وولتر راح استلم من لا ده من ديانج، اتعملت له من ديانج، بدا استلم ولف حطها بوش رجله الخارجي الشمال لحسين الشحات اللي جاي من العمق. حسين استلم في الدايره، اتضغط عليه باثنين، رجع لعمرو السوليه، رجع لديانج قبل عمرو السوليه، ماشي من ديانج لعمرو السوليه تاني في الدايره. لا هرجع للصوره اللي فاتت عظيمه، في الوقت ده كان مين اللي بيجري جوه؟ وولتر بواليا رايح يتمركز كتمركز طبيعي لجنب اجاي المهاجم الصريح، المهاجم اللي قايم هنا في اللحظه في اللقطه دي بالمهاجم الصريح. دخلت لعمرو السوليه، مس طيبه قوي يا ابراهيم بتمريره من نص الملعب على الواقف، المدافعين كلهم بيتضربوا وبيعملها عمرو السوليه ما بين الاثنين، بيودي وولتر بواليا بس وقف هنا بقى. ما مش موفق خلاص يعني، حطها فوق. طيب امشي عظيمه باللي بعديها، سبحان الله نفس الجول نفس الملعب نفس الحته، دي حطها فوق، اللي بعديها نفس الحته مش موفق في الناحيه الشمال يمكن، لا حطها جول في ماتش المريخ. هي على رجله الشمال في نفس الجول في نفس الاستاد. طيب. في نفس البطوله. تفسيرك الفني ايه؟ الراجل ده بيلعب عليه ضغوط، بص الرياكشن بتاعه، ارجع عظيمه للي فاتت بعد ما ضيع بتاعه فيتا، بص يا ارض انشق وبلعيني. بص لما طلع، طب الاثنين طلعوا، المخرج جاب اللقطه، حسين الشحات بيفك الشراب واللزق والشنكار والحاجات دي، الثاني لا لا الثاني دخل في حاله صعبه جدا. فوجهه نظري الشخصيه التغيير، لو انا مكان موسيماني كنت سبت بواليا. لا طيب هقول لك، لا طب اديني فرصه اقول لك وجهه لا نظري. لا اي ما يكون اللي انت هتقوله يعني، ما هو اصلا عارف انت هتقول ايه، عشان احافظ عليه نفسيا، احافظ عليه نفسيا ولا فرقتي مغلوبه؟ ما انا بدلت تبديلين، فرقتي رجعت في طيب. خليك معانا الراجل اللي وصل للجول، اصل انا فاهم هو هيروح لايه، هو يقول لك ايه وولتر بواليا بيوصل بس ما بيسجلش، فانا احافظ عليه نفسيا. طيب انت والفرقه لما تخسر اخبار النفسيه ايه؟ طيب واحده واحده بس، اولا الفرقه ما خسرتش واحد، ما هي ما خسرتش عشان الراجل عمل تبديلتين، التبديلتين بجونين والاثنين عارف ان هما الاثنين جابوا اجوال، واحده واحده بس. طيب ممكن اسالكم سؤال، مين هو مهاجم النادي الاهلي بعد بكره قدام الاسماعيلي؟ محمد شريف ولا مروان؟ محمد شريف جاب جول، محمد شريف ولا وولتر بواليا محمد عشان شريف. ترجع له الثقه محمد شريف، محمد شريف اربع مرات لحد دلوقتي. وانت تاني محمد شريف، انت موافق اصلا على اللي هو بيقوله؟ لا انا عندي حاجه تانية، يعني انا عايز اقول حاجه تانية. انت رايح فين؟ اصل خد بالك، هي مش فكره هي في الاخر هي اراء، طالما توافق مع رايي لازم تقوم تديله التحيه. ليه؟ لان دي ديكتاتوريه مطلقه. طبعا واضحه جدا وصريحه. بس انا عندي رايي بعد ما اتفرجت على الماتش بتركيز اكتر من مره، يعني وولتر بواليا في الماتش ده تقريبا عمل كل حاجه صح الا الجزء بتاع الجول. ماشي. والجزء بتاع الجول ده في واحده من الملاحظات اللي كانت حلوه جدا اللي كنت قريتها عن 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 وولتر بواليا، ان وولتر بواليا عنده مشكله في انه بيدي للكره قوه من محمود سليم كان صديقي العزيز، ان وولتر بواليا بيدي الكره قوه مش بيديها دقه، وبالتالي هي محتاجه تدريبات تخصصيه. حلو. صديقه وزميله قبل كده برضه في لجنه تعاقدات الاهلي السابقه علي طه كان برضه بيتكلم معايا في نقطه مهمه جدا، ان الـ 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 الانديه المصريه محتاجه دلوقتي لفكره الدوام الكامل. ليه دوام الكامل؟ الدوام الكامل علشان التدريبات التخصصيه تزيد،
وعلشان تقدر تدي اللعيبه كل الجرعات الكافيه لتصحيح الاخطاء تقنيا وتكتيكيا ونفسيا، علشان في النهايه اللعيبه بتاعتك ترتقي مستواها لتطلعات الجماهير. الجماهير متطلبه والجماهير لا تقبل اي شيء اقل من الوان سايد جيم، لقاء من جانب واحد. فدي اصبحت نقاط رئيسيه ضروريه على الاهلي انه يمشي فيها، وعلى الزمالك كمان انه يمشي فيها. طيب خليني بس اقول لك وجهه نظري، انت ما خليتنيش اقول وجهه نظري. اولا لما موسيماني عمل التغيير نزل اثنين مهاجمين صراح، مروان انا كمان بشرك الناس معانا، بس نظري. انا بشرك الناس وجهه نظري والله العظيم ماشي. اولا موسيماني في البدايه كان بيلعب بمهاجم صريح، اذا اللي بيتحمل بريشر الجمهور او النواحي الهجوميه هو وولتر بواليا بمفرده. لما تغير الحال وموسيماني نزل اثنين مهاجمين اصبح البريشر بيتحمله اثنين مهاجمين، محمد شريف ومروان. فالبريشر اتحمله اثنين، الاول وولتر بواليا اللي كان بيتحمله لوحده. مش قضيتي برضو هو استحمل البريشر ولا لا، واحد دي كانت اول نقطه. تاني نقطه، عارف لو المباراه بجمهور والجمهور بدا يزوم، او اقول لك خروجه صح علشان هيزوم اكتر واكتر عليه. ثلاثة، اقول لك وجهه نظري اخر نقطه. ثلاثة، انت وولتر بواليا لو كنت وصلت، لو هنفرض انك بتقدره قبل اللعبه دي او قبل خروجه انه وصل لمستواه 4/10، انت بعد التغييره دي انت رجعته لاتنين من عشرة او واحد من عشرة. مش قصة. لا طبعا ده دوري كمدير مصلحة فني. الفرقة بس أيوة مصلحة طبعًا. الفرقة دامر. ايوه صح، مصلحة الفرقة. الفرقة انت اتاخرت، انت ضيعت كتير. فطالما ضيعت انا صبرت عليك يا سيدي. انا مش ضدك يعني، انا كمدير فني مش ضدك، انا كمشاهد مش ضدك، انا كمتابع مش ضدك، انا معاك. بس في النهايه انا لو ما غيرتكش دلوقتي التيم كله هينضر. انت 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 حسبها حسبتك كده، ايهما افضل؟ هرجعك يا سيدي نفسيا تاني، ولو ان هي ولا في حاجه في عرف التدريب يا ابراهيم، ولو ان انا شغال معاك طول الوقت. هقول لك اهو بسمعك اهو، في حاجه اسمها في عرف التدريب تخسر ماتش وما تخسرش لعيب، اللعيب هو اللي بيكسبك الماتش. انا مش مقتنع بالكلام، بس انا برضو عندي هنا حته صغيره قوي يعني. طب يا جماعه يعني بس خلي الناس معانا على الهاشتاج تامر وعز في جمهور التالتة، ده الهاشتاج بتاعنا. مقتنعين بكلام تامر؟ اخسر ماتش وما خسرش لعيب؟ هو انت مبدئيا ما خسرتش مبدئيا، هو انت ليه عمال بتقول ان الاهلي خسر؟ الاهلي ما خسرش مبدئيا. الاهلي كان خسران. ايوه ماشي لكن الاهلي كان خسران لما خرج بواليا. الاهلي كان خسران هي بس هنا لما نزل اثنين. انا اسف يا عز، لما نزل اثنين ايه اللي حصل؟ اتقدم كسبت. لا بس عدل. مش مشكله بس انت بس مش مشكله يبقى إيه بس على لحظه واحده بس على الاقل الاثنين اللي نزلوا سجلوا، يبقى انا ما غلطتش كمدير فني. ماشي، هو ممكن تكون غلطت في حاجات تانية. ايوه وهو السؤال برضو يفضل، هل بواليا بس اللي ضيع؟ لا كل اللعيبه. وهي دي النقطه اللي انا قصدي عليها ان خد بالك من حاجه، ان لو محمد شريف كان متضايق ان وولتر بواليا بقى اساسي جزء نفسي مهم من موسيماني، بس لازم نحمل محمد شريف المسؤوليه يا جماعه، ده مهاجم الاهلي. يعني لازم يبقى عنده النفره اللي تخليه يرجع، وقد عاد. وولتر بواليا النهارده راجع محبط وبقى 2/10. من حق تامر فعلا انه يتكلم على ان موسيماني لازم يتعامل معاه نفسيا، بس انا بدفع بالدولار للعيب طبعا علشان خاطر يبقى قوي الشخصيه لدرجه تخليه قادر يتعامل مع المعطيات النفسيه بالزبط. ويرجع بس لو هتطبق بس لو هتطبق بس لحظه عايز بس لو هتطبق بقى موضوع ان انا بدفع ملايين على لعيب لازم يستحمل بريشر، الكلام ده بقى شكرا، يبقى الكلام ده بقى يتطبق على حسين الشحات، كل لعيبه مصر خلاص، كل لعيبه الاهلي يتطبقوا على كل لعيبه الزمالك وعلى مروان وعلى كل الناس كل اللعيبه. ما هي في النهايه انا بقول لك هي مسؤوليه مشتركه بين هو بس اللي يفضل اللي زياده اصعب على وولتر بواليا ان هو راجل اجنبي بس برضه. الحكم بيني وبينك الناس وبيني وبين عز ماشي شادي بواليا كان هيجيب جول او اتنين زياد، اصلا موسيماني قبل كده ضيع نفسيه شريف، ونفس الكلام بيحصل مع بواليا. عمرو مصطفى كلام واضح وصريح، قال لك انا مع تامر في الراي، كان لازم يسيب بواليا وينزل شريف. مصطفى عادل قال لك الناس دي فاهمه كوره، عليها امتحان بكره وانتوا بتجبروني ان انا اتفرج عليكم. خش ذاكر يا عم، ما تشيلناش الذنب. ايوه عشان خاطر ما تشيلش احنا الذنب بعد الامتحان يا معلم، اتفرج على اليوتيوب. بص بقى خالد قال لك كلام تامر مش مقنع الحقيقه، ده انا بص عايز اقول لك كل الاحترام طبعا. حسني بيقول لك اخسر لاعب طبعا طبعا، لكن ما اخسرش الماتش. خالد اسامه بيقول كلام تامر صح، بس مش في ماتش زي ده. احمد منتو مش عاجبه كلامك، بيقول لا كلامك مش موافق تامر. اوسكار بيقول تحياتي ليك يا سلطان ولتامر وعز، انا شايف ان المشكله هي ان بعض لعيب الاهلي حصل لها نوع من التشبع، فما ينفعش يحصل للعيبه الاهلي، وان موسيماني يستقر على مهاجم. ايوه ما انت اختار واحده من الاثنين يعني. اللعيبه عندها تشبع، ما هو ده بص في تناقض رهيب في الاراء
حاصل الفترة اللي فاتت مصعب عليا حياتي، يعني مصعب عليا ان انا اطلع وجهة نظر واضحة للناس فيما يخص الفرقة. في ناس بتقولك انه ضيع شخصية الاهلي وبيلعب كرة دفاعية جبانة حلو قدام عشان ماتش سيمبا، وفي ناس بتقولك انه ضيع الاهلي بسبب الكرة الهجومية المبالغ فيها قدام فيتا كلوب لما سام عمرو السولية في ارض الملعب. في ناس بتتكلم على ان هي عايزة تثبت التشكيل بس في نفس الوقت عايزة تخرج من التشكيل لعيبة معينة هي مش مقتنعة بيهم. انهي انت عايز انهي صح. انت عايز تكسب وعشان ما كسبتش فانت ابتديت تطلع كل النقاط اللي انت حاسس انك غضبان بسببها ومنطقي، بس هو لازم يكون في اجابه على سؤالين رئيسيين، هل هو اصلا مدرب جيد ولا لا؟ ودي نقطه اساسيه، وامتى احكم عليه بان المدرب الجيد ده لم يصبح جيدا؟ يعني احنا عملناها مع فايلر كان مدرب رائع وبعد كده الجمهور وصل لمحطه وقال لك فيها لا في مشكله، امتى اوصل للمحطه؟ انا شايف المحطه ماتش بيتا كلوب الجاي، انما هل هو مدرب جيد ولا لا؟ انا عايز اوريك شويه حاجات سريعه قوي. طيب لا بس قبل ما تروح ريني فايلر ما كانش الكلام عليه فنيات بقدر ان هو ما كانش مركز. ايوه ما كانش مركز، انا اقصد ان في مرحله وصلت طيب عمرو قصدي ان في ماتش وصلت فيه قلت لا الاهلي ما بقاش كويس مع فايلر، ما بقاش فيه تقدير لكلام السلطان. انا بتكلم وبنتكلم كلنا. اسكت يا عم هيزعل. اتفضل يا سلطان اتفضل. ايه نقطه نظام؟ اتفضل. حلوه حلوه الصيغه، حلوه الصيغه دي ماشي. طيب عمرو عبود قال انا مع كلام عز خصوصا ان شايف ان موبايليا مهاجم كويس جدا ناقصه حته الثقه وبخروجه دمرته نفسيا. انت تقصد تامر عز معايا؟ تامر عز معايا طول الوقت. تامر ناحيه ثانيه. طيب اسال انا شايف انك صح يا سلطان، الاهلي محتاج تدريبات تخصصيه للمهاجمين وتثبيت التشكيل اكتر من اللاعب. لا ده اللي عايز احنا اخوات احنا راضي. زيزو بيقول بواليا لو بقى بديل هيأدي بشكل كويس. احمد ايمن انا معاك طبعا انك ولكن تحليل تامر في منتهى الروعه، كان لازم يبقى ويبقى في الملعب يعني برضه. بس هو كده مين اللي قال؟ معلش الراي ده ابراهيم؟ لا ده ناس كتير قوي بقى. طيب بس يبقى هو كده فتح باب مهم جدا. هتجيب النادي الاهلي هيجيب مهاجم هيتحسب عليه اجنبي عشان يقعده احتياطي؟ ده هيفضل السؤال. ماشي. ما هو قال هو قال كده صح خلاص. مش هو قال يفضل كبديل؟ صح هو قال كده. أيوة. هيفضل بقى السؤال، انا كنادي الاهلي جايب مهاجم اجنبي محسوب عليا اجنبي ودافع فيه ملايين الدولارات عشان اقعده احتياطي؟ نفس الازمه بتاعه جيرارد. طب ابعتوا لنا يا جماعه، هنروح لفاصل سريع وبعدين نكمل خناقه في الفاصل مع تامر ونرجع نكمل مع حضراتكم، يعني نشوف الموضوع هيوصل مع تامر ليه. طيب رجعنا لحضراتكم مره تانية ولسه مكملين معاكم في ملوك التحليل مع تامر بدوي واحمد عز، وبسرعه نروح لعز. وكنا بنتكلم على الحالات اللي ليها علاقه بقى بالنادي الاهلي عشان نخش على الزمالك على طول. هو كان سؤال واحد بس بالنسبه لي هو اللي مهم بعد التعادل ده. هل الاهلي قدم كره عشوائيه؟ هل موسيماني يلعب كره عشوائيه؟ والسؤال الثاني طب هو يتحمل التعادل ولا لا؟ تعال نجري بسرعه في الحالات ونشوف هل يقدم الاهلي كره عشوائيه مع هذا الرجل ولا الرجل ده كرته فيها نظام وسيستم وحاجات بتتكرر بشكل واضح بتبوظ قدام الجول بعد كده في الفرص. خلينا نجري في يلا. الصور بص في بدايه الهجمه دي الاثنين الارتكاز بتوع الاهلي ممسوكين ازاي وجونيور اجايين ممسوك ازاي. فاحنا بنتكلم في ان الوسط بتاع الاهلي مقفول عليه تماما. طيب بص بقى على الصوره اللي وراها وبص ديانج وعمرو السولية فتحوا نفسهم ازاي فتحوا الملعب ازاي، ومجدي قفشه ساب الخط ونزل اخد الراجل اللي كان ماسك جونيور اجايه ليه؟ عشان لما بدر بنون تبقى في رجله الكوره يعرف يوصل الكوره لجونيور اجايه زي ما باين في الصوره اللي وراها. يعني قصدي الموضوع هندسه فاهم؟ كان في هندسه ورا ازاي ديانج وعمرو السولية بيتحركوا عشان المساحه دي تفضى فالراجل ده يعرف يحط الكوره بالشكل الجميل المميز اللي تامر اتكلم عنه. وريني الصوره اللي بعدها ودي وصلتك لفرصة انفراد جري الصور بقى علشان خاطر ننجز. وصلت لحسين الشحات وحسين الشحات ضيع كورة ما تضيعش زي باقي زمايله في أرض الملعب. مرة تانية انت بتتكلم في ان عمرو السولية وديانج كل واحد فيهم اخد واحد من لاعبي الارتكاز ومحمد هاني بزيادته سحب الجناح شوية فهندست مرة اخرى مساحة بين الخطوط لمجدي قفشة يستلم فيها كورة ويصنع فرصة خطيرة اهدرها بنفسه مرة اخرى. يعني احنا بنتكلم ان كان في نظام في الطريقة بتاعة الخروج بالكورة بدليل حاجة من الحاجات برضو اللي كانت واضحة جدا هي استخدام ديانج
كعنصر زيادة لما حسين الشحات بيكون متأخر واخد المان بتاعه، فتلاقي ديانج هو اللي فاتح على ناحية اليمين بالشكل اللي باين معانا ده. تمام. زي بالظبط مكان الصورة اللي وراها عمرو السولية عمل نفس اللقطة، وهو الآخر كان واخد الناحية اليمين لما حسين الشحات أخد المان بتاعه وخرجه من أرض الملعب. يبقى احنا بنتكلم في كرة فيها سيستم. والتر بواليا نزل استلم الكرة، مين اللي هياخد المساحة اللي اتخلقت من وراها عشان السنتر باك خرج؟ عمرو السولية. فيبقى احنا بنتكلم في ان كرة فيها سيستم جيد، والكرة بتاعت الاهلي مش عشوائية. طيب هل ده معناه ان والتر بواليا لا يتحمل التعادل؟ لا اسف والتر بواليا قال بيتسو موسيماني لا بكل تأكيد يتحمل التعادل، لان التغييره بتاعت ديانج بعمر وعدم خروج عمرو السوليه كانت بالنسبه لي فعلا قللت من قوه الاهلي في استرجاع الكوره. الريسك اللي اخده بوجود اتنين مهاجمين ادى الاهلي جول، بس كان سببا في ان الاهلي ما يقدرش لا يضغط ولا يحافظ على الشيب ولا يحمي فرقته من ان هي ما تخشش على ان فيتا كلوب ما يخشش عند حدود منطقه الجزاء. طيب بسرعه ناخد كده من الهاشتاج بتاعنا تامر وعز في جمهور الثالثه، واحنا كنا سالين السؤال لحضراتكم مع تامر ولا مع عز وابراهيم، واللي معايا يكسب على طول واللي مع تامر يكسب برضو يعني عشان تامر ما يزعلش. طيب محمد سعد مساء الفل عليك يا سلطان على تامر وعز، انا من رايي السبب في كل بيحصل ده في بواليا بسبب موسيماني، من الاول حط اللاعب تحت ضغط وشبه متاكد اللاعب فقد الثقه في نفسه. ايوه يا جماعه طب وفين دور بقى والتر بواليا؟ يعني عشان خاطر واحنا كل شويه موسيماني راجل ظالم وقتل ده وحرق ده وموت ده، وليه سايب حسين الشحات؟ ولو ما هيخرج هيقول ده قتل حسين الشحات. انا متفق معاهم بس فين دور اللعيبه؟ ولا اللعيبه ما عندهاش دور؟ ولا النجوم دي بيدفع فيها ملايين علشان هي لعيبه نفسيه وجايه تتعامل نفسيا؟ ايه يا اخي نرفزتوا الراجل يا اخي انا مالي كده يا اخي نرفزتوا الراجل يا اخي، عايزين ايه عز لما بيتنرفزش نرفزتوه اتقول؟ لا بقى انا مختلف بس شويه مع الراي ده. بالعكس ده هيئ له الدنيا، يعني هو حط محمد شريف تحت هو لا هو قال هو حط والتر بواليا تحت بريشر. هو قصده بعد الماتش اللي فات ولا من داي 1 انضمامه للنادي الاهلي؟ لما زقوا اول ما جه على طول. لا ليه بالعكس ده انا بدي لك ثقه، ده انا مقتنع بيك وكل ايمان بقدراتك، يلا انزل وريني نفسك ومقعد لك كمان المهاجم اللي كان ماشي كويس اللي هو محمد صحيح. شريف حمو وجدي قال انا مع عز عشان اللعيب عليه دور كبير، متابعه لحظيه على طول على الكلام يعني. اسلام بيقول هو ما حدش بيتكلم حسين شحات ليه؟ انه وحش بقاله فتره لسه شايفين الاراده اللي ضاعت زيها زي حماد دي قفشه زي كل اللعيبه. انا هيجي لي بكره في الامتحان انت مع تامر ولا عز؟ في كمان يوسف يقول سهره كرويه ممتعه. زياد السائب بيقول انا مع كلام تامر لان بواليا عمل كل حاجه وكان فاضل له الجون، ولو كان جابه كانت هتبقى البدايه الحقيقيه مع النادي الاهلي. بعد فصل سريع هنتكلم في الزمالك وماذا قدم الزمالك خلال مباراه الترجي ولماذا خسر هذا اللقاء. فصل سريع جدا جدا. حصل للزمالك في ماتش الترجي ده السؤال اللي احنا سألينه لحضراتكم، وما منعش برضو نتفاعل معاكم فيما يتعلق بأسئلة الاهلي. ايه اللي حصل للزمالك في مباراة الترجي؟ بعتولنا على الهاشتاج بتاعنا. اتفضل يا كابتن تامر. طيب خلينا نبدأ بان انا كان استياء الرئيسي ان الزمالك كان قدامه فرصة سهلة للفوز في المباراة، وهنا المسؤولية اكتر كانت بالنسبه لي مشتركه ما بين المدير الفني واللاعبين، لان انا حسيت ان اللعيبه نازله مش عارفه نقطه الضعف اللي كانت باينه قوي عند الترجي في الدقائق الاولى، وبالتالي اهدروا وقتا واهدروا على نفسهم
سهولة إحراز هدف مبكر في الترجي يخطو المباراة. ماشي. خلينا نتفرج بسرعة. يلا بينا. طيب الترجي طريقته زي السنة اللي فاتت فيها ديفو واضح جدا إنه فريق هجومي، بس علشان هو بيهاجم وعنده الثلاثي بتاعه اللي في وسط الملعب فبتكون المساحة فين؟ في الصورة التانية. المساحة بتكون إن اللاعب الجناح بتاع الزمالك قدامه فرصة إنه يلاقي مساحة. هات الصورة التانية. طيب ما أنا عمال مديلك في الكلام، هو عامل لك إيه أكتر من كده؟ عايز النهاردة إحنا كلنا معصبين. خلاص يا جماعة هدوا الراجل شوية، عايز متعصب النهاردة علينا. هي دي المساحة الفاضية، إن ثلاثي الوسط بيرحل يمينا ويسارا فبتكون في مساحة فاضية يقدر الجناح بتاعك إنك يدخل القلب زي ما باين معاك كده في الصورة دي وعليه السبوت لايت أشرف بن شرقي. لو أنا متسيستم إن أشرف بن شرقي هو الحل كنت لعبت له الكورة بدل ما فكرت ارقص واخش وبعدين اشوف ربنا هيسهل معايا واعمل ايه. هات الصورة اللي وراها مرة تانية. هنا اشرف بن شرقي، الصورة اللي بعدها جري معايا الصورة على طول بيتكلم مع اوباما، انا هنا فاضي متاح بشاور لك من الاول. طيب خلينا نشوف اللقطة اللي بعدها ونشوف نفس الفكرة. الناحية الفاضية فين؟ الناحية الفاضية هي نفس المنطقة، المرة دي في واحد في المنطقة دي غير أشرف بن شرقي وسهل تنقله الكورة فيكون عنده مساحة، وأشرف بن شرقي هما الاتنين يكسروا الدنيا. عملت ايه؟ رحت للمكان اللي فيه المدافعين كلهم بتوع الترجي. يبقى أنا مش شايف العيب فين، يبقى أنا ما كنتش متحضر. أيوه. النقطة الضعف فين. أو أنا متحضر لأن أنا ما كنتش معهم في أوضة اللبس وأنا مش مركز في التطبيق فأهدرت على نفسي فرصة أن أنا مسك الكورة على الترجي بمنتهى الأريحية. جري معايا الصور يا ريت مرة تانية. أشرف بن شرقي هو مساحة واسعة جدا، انقل الكرة بقى وخلينا ننتقل للراجل والمشكلة رقم اتنين وهو حميد أحداد. احنا تعبنا في حتة ان حميد أحداد ده مهاجم يا جماعة ما تلعبوش كجناح. الراجل بيلعب كمهاجم بس بعقلية جناح، فلا هو مديني مهاجم ولا هو مديني جناح. فطبعا ليتحمل مين المسؤولية؟ باتشيكو، لانه لعب ماتش بأسامة فيصل اللي وراه سيف الدين الجزيري اللي وراه حميد أحداد. فالدنيا لخبطت. بص صور بسرعة كده وخلينا نجري. لو أنا نقلت ده مش حقيقي، الصورة دي مش حقيقية. لو كان حميد أحداد بيجري كمهاجم، أنت كررت حميد أحداد بالظبط كده، واخد دورين في اللقطة. بالظبط دورين في اللقطة دي. انساه اللي على الجناح وشوف هو صح اللي على الجناح ده. هل ليه لازمة يا تامر؟ يعني هل الجناح ده اللي واقف على الجناح تقدر تبصيله الكرة؟ إنما لو كان بيتحرك بعقلية مهاجم زي ما احنا رسمينه مرة تانية مش كانت بقت سهلة؟ فانت بتتكلم في ان انت بتقول ان انا هستخدم حميد احداد علشان سرعته، بس ماذا تفعل سرعته لو هو ما عندوش فكره عن طريقه التحرك النموذجيه كمهاجم؟ صحيح. يلا خلينا نشوف اللي حصل بعد كده، ان الكره دي راحت بالشكل الغريب ده واشرف بن شرقي لام على حميد احداد في حركته كما ظهر في اللقطه التاليه. وهكذا دواليك دواليك دواليك، هتلاقي صور كتير. هنا نقطه تانية، ان خط الدفاع الزمالك كان متميز جدا في حته انه بيلعب من دفاع عالي. فكانت دي نقطة التفوق الأصلية للزمالك على الترجي زي ما حصل السنة اللي فاتت بالظبط. ونقطة التفوق اللي كانت بتحميها إنك عشان تفضل محافظ على الشيب ده لازم ثنائي الارتكاز ما يخسرش ولا كورة. وقد كان فرجاني ساسي وطارق فعليا ما خسروش ولا كورة، استقتلوا على الكورة فنقلوا الزمالك لهجمة مرتدة سريعة. لكن مرة تانية حميد أحداد، هات بقى الصورة اللي وراها، استلم الكورة، أنا استنيته يجري كمهاجم يجري على القلب فلقيته تصرف كجناح. هات الصورة اللي بعدها. أيوة. أخد الكرة على الخط. أيوة. بعد راح على الحتة السهلة. أو راح على الحتة اللي هو واخد عليها. أيوة بالظبط. فبالنسبة له بوظ الهجمة. مرة تانية فرجاني ساسي مباراة سوبر في حتة أنه يحافظ على الشيب، يحافظ على الزمالك برا منطقة الجزاء. ودي هتنقلني للصور لمجموعة الصور اللي وراها، هو ليه الزمالك دخل فيه جون؟ يعني بعد آخر لقطة لحميد أحداد اللي مرة أخرى يعني تصرف مش كمهاجم وخلاص، لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. جري اللقطات وهات لي اللقطات الدفاعيه عشان نلحق نخلي تامر يتكلم عن مانشستر سيتي. طيب هنا بالنسبه لي الجزء الاصلي، الماتش الكبير عايز ان المهاجم يضحي بنفسه دفاعيا. حلو، لم يحدث ذلك وعشان كده خسرت الماتش الكبير. اشرف بن شرقي كان سبب رئيسي في الجول الاول لانه فتح زاويه التمرير بمنتهى البساطه، عكس خالص اشرف بن شرقي في ماتش الترجي السنه اللي فاتت اللي كان قافل ميه ونور على كل. ايه بقى اللي حصل له يعني؟
خليك معانا يا تامر، ايه اللي حصل لاشرف بن شرقي؟ جري بقى انت اللقطات، جري اللقطات هتلاقي الموضوع واضح يعني. ظروف كتيره يا ابراهيم، ظروف وعوامل، عوامل كتيره مخليه الشكل ده بيحصل في الكوره اللي فاتت دي بتاعت بص دي ضربه الجزاء بدايتها اشرف بن شرقي فين وهو واقف مع المان بتاعه، الراجل ده هو اللي عمل الاسيست، كمل كده اللقطات، اشرف مش شايفه سايبه، بص اللقطه اللي بعدها بعد عنه، بص اللقطه اللي وراها بعد عنه، ابتدى ينتبه لما استلم الكره ورايح خلاص يوديك على الجول، دخلك جوه منطقه الجزاء فانت ارتكبت الخطا زي امبارح بالظبط. بالظبط في جواو كانسيلو كان معاه الاوت في الحته دي، ضغطوا مان يونايتد في اول 30 ثانيه واخدين ضربه جزاء اوت للزمالك في الحته دي، الترجي ضغط اخد الكره حصل على ضربه جزاء بس مع اخطاء، مع خطا قاتل من محمد عبد الغني في ماتش كبير، ما ينفعش المان بتاعي يعديني وما اعملش معاه فاول، لان في النهايه هو هيعرفوا يخشوا منطقه الجزاء بالطريقه دي، وانت طالما دخلتهم منطقه الجزاء يبقى انتظر الفوضى والفوضى هتدفع ثمنها. صحيح. طيب اروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل مع ناس مانشستر سيتي يلا بينا عشان في حاجات مهمه لازم نتكلم عليها. يلا بينا نروح لفاصل اخير. طيب لسه مستمرين مع حضراتكم في جمهور التالتة وملوك التحليل تامر وعز في جمهور التالتة. طيب أنا عايز أسأل في الزمالك ولسه بكمل معاك وقبل ما أروح لتامر، الزمالك واحد اقترح قالك ليه ما يلعبش بزيزو راس حربة طالما لعيب مهم وممكن نستفيد منه في المكان ده؟ بص هي واحدة من المشاكل أصلا هي التغيير الكتير اللي حصلت في قصة المهاجم، واتفقنا أن باتشيكو عنده ظروف صعبة جدا، يعني الراجل في النهاية عنده أحسن مهاجم مش متأيد واللي متأيد مش أحسن مهاجم، فأدي الناشئ وأشوف هيعمل إيه، أسامة فيصل أدي مروان حمدي وأشوف هيعمل إيه وبعد كده استبعده من القايمة خالص، بس ده بيودينا لسكة تانية، بيودينا لأن أنا عارف أن في مشاكل كتير قوي حصلت وصلتنا للمرحلة دي مش محتاجين نتكلم عنها، رزاق قعد حمزه المسلوسي فتره طويله قبل ما يجي قبل ما اشترك، خروج الاجنحه وعدم وجود اجنحه، خروج مصطفى محمد بلا خطه واضحه لاستبداله، كلها وصلتنا للي احنا وصلنا له ده عظيم، لكن ده بقى يقودنا لان احنا دلوقتي في المركب ودلوقتي احنا خلاص مفيش مخرج تاني لحد الصيف الجاي، يبقى نخرم المركب ولا نكمل بيها ونمشي براحه كده لحد ما نوصل نكمل. طيب يبقى احنا بنتكلم في ان لازم اولا يكون ربان السفينه واضح، ما ينفعش في الوقت اللي فيه دوشه ما يبقاش فيه ربان سفينه واضح. ماشي. لو ربان السفينه ده مش باتشيكو هتبقى مشكله. ماشي. بمعنى ان لو كذا حد تدخل عشان يحل ويتناقش وياخد اللعيبه، اللعيبه هتبقى لقت مخرج. ده غلط، لازم يكون فيه اب واحد للمنظومه. فجيمي باتشيكو يقود قائدا للنهايه. برافو عليك. حلو. ماشي. واحد في الصندوق. اتنين، مش احنا لسه متكلمين على اشرف بن شرقي وقلنا ان فيه هبوط في المستوى، بس لازم نبقى مستوعبين ان جزء من الهبوط سببه ان مفيش بديل يخليك تعرف تريحه امتى وتلعبه امتى. حلو. انما هل هناك اي شك في قدرات اشرف بن شرقي؟ لا. يبقى الدعم الدعم الدعم. ليه؟ لان هو ده اللي في ايدك. الناس أصلاً مش بتتكلم على بن شرقي على ان هو دعم او مش دعم، الناس متضايقه ان هو تذمر على مديره الفني وهو خارج. دي النقطه الثالثه بقى اللي احنا محتاجين نفصصها بالراحه شويه. بتخرج في الدقيقة 88، ده معناها ان باتشيكو غالبا بيوجه له رسالة، لان النتيجة 3-1 والدقيقة 88 هيحصل ايه؟ فباتشيكو بيوجه لك رسالة، رد في الملعب مش بره الملعب بس، ادي كل الموضوع. انما في النهاية لازم ندعم، مش بس ندعم احنا، قصدي كاعلام، انا بتكلم على الجمهور، اللعيبة، لان اللعيبة في النهاية انت اصلا راس مالك الاصلي مع اللعيبة الاجانب الموهوبة الجماهيرية الكبيرة اللي بيحسوها. ده حقيقة، ده راس مالك الاصلي لا اكتر ولا اقل. صحيح. طيب اروح لك يا تامر، نروح لجولة اوروبية معاك، تفضل يا تامر. في الفترة الأخيرة طبعا كلنا متابعين ان مان سيتي ماشي زي القطر باستثناء مباراة الخسارة في الديربي بتاع مدينة مانشستر، كمدينة مانشستر امام مانشستر يونايتد، لكن الراجل ماشي زي القطر. ففي عدة أسئلة لازم تقف قدامها وتسأل نفسك سؤال، ليه مان سيتي على طول بيكسب زي ما قلنا باستثناء بس المباراة الأخيرة، ليه على طول بيكسب، ليه هو إكلينيكيا حسم الدوري الإنجليزي، ليه لازم تسأل نفسك ليه جوندوجان ازاي لعيب نص. انت عمال تقول ليه، انا بقول لك ليه. عز قول له ليه.
لا هحرق له التحليل. طيب ليه؟ ماشي. ليه جندوجان لعيب نص ملعب؟ كان لعب في وسط الملعب. صح. ليه لعيب نص ملعب بقى هو هداف الفرقه؟ ليه من قله المهاجمين في الفرقه؟ دي فرقه فيها ديفيد سيلفا، برناردو سيلفا، فيها رياض محرز، فيها ستيرلينج، فيها جابرييل جيزوس، فيها كيفن دي بروين، فيها لعيبه على اعلى مستوى. فازاي يجي جندوجان هو هداف يبقى هداف الفرقه ومعدل التهديف بتاعه يعلى بصوره ملفته للنظر في الفتره الاخيره؟ اجابه السؤال دي يا ابراهيم، الاسئله دي كلها ممكن تتلخص في حاجه واحده بس، هي عبقريه جوارديولا. الراجل اللي كل مباراه او كل فتره بيثبت ان هو بيعشق او حاجه اسمها مدمن حاجه اسمها الهجوم ثم الهجوم ثم الهجوم والابداع في الهجوم. جوارديولا في الفتره الاخيره انا بقعد اشوف هو الراجل ده بيعمل ايه وبيلعب باي طريقه. اكتشفت مؤخرا ان الراجل ده بيلعب في حاله بنايه الهجمه، بيلعب بطريقه 3-2-4-1. هتقول لي جوارديولا غير الطريقه؟ لا، هي 3 بس اسما على الورق 4، لكن هي على الورق في الملعب مش على الورق بقى 3 اللي بيقوموا بتنفيذ الهجمه. ولما بيكسب الكوره وبيدخل بيها نص ملعب المنافس الطريقه بتتعدل وبتبقى 3-1-4-2. طب تعال نشوف يعني لعيب من الاثنين بتوع نص الملعب بيتزق يبقى قدام مع الاربعه، ولعيب من الاربعه بيتزق يبقى قدام مع المهاجم الثاني، وده بيبقى جوندوجان. تعال نشوف بقى الكلام ده سريعا. في البدايه انا جبت لك مباراه ارسنال عشان اثبت لك ان الموضوع ده ما كانش بس في مباراه الاخيره. ده الخط الخلفي يا هيما بتاع ويعز بتاع مان سيتي، طبعا كلنا حفظناهم. جواو كانسيلو وده اللي هنحط عينينا عليه، واحفظ الرقم كام بتاعه يا ابراهيم، رقم 27، وجون ستونز ثم دياز وزيتشينكو. ده الخط الخلفي، دي مباراه، ده التشكيل بتاع الاربعه اللي ورا في ماتش ارسنال. يلا نخش عظيمه على الحالات. فاكر يا هيما لما كان في بدايه نهايه الموسم اللي فات لما كنت طبعا هتقول لي مش فاكر، انا عارف. لا فاكر. لما كنت بقول لك انه ندى على ادرسن قال له تعالى لانك هتشترك معانا في مرحله بنايه الهجمه. طيب ادرسن في رجله الكوره، هنا دياس السنتر باك، هتلاقي زيتشينكو الباك ليفت الاوكراني، ومين ده؟ ده ستونز. في مرحله بنايه الهجمه ستونز بيفتح في اقصى اليمين وبيقوم كانه على الورق دياس كانه سنتر باك او ليبرو، وبيروح زيتشينكو في الطرف الشمال. وطيب مين الرابع؟ مين السنتر باك اللي هيحضر مع دياس؟ هو ادرسن. طيب فين جواو كانسيلو في الليله دي كلها؟ هتلاقي ان جواو كانسيلو بيدخل باستمرار على طول في عمق الملعب عشان يبقى زي ما قلت لك 3-1-2-3 ثم 2-1. فرناندينيو كان في المباراه بتاعه ارسنال لان رودري كان غايب، فرناندينيو وجواو كانسيلو ثم 4 ومهاجم صريح. لما الكره بتدخل نص الملعب بتتحول ل 3-1 بس اللي هو فرناندينيو بيثبت وبيبدا يتزق، يبقوا 4-2. هنا ادرسون بدا تحضير الهجمه، راحت على طول في الطرف اليمين لبرناردو سيلفا. حط بقى عينك، ده رقم كام كده هيما؟ ده رقم كام يا عز؟ رقم 27 جواو كانسيلو. ده مستحيل يكون تمركز راجل بيلعب باك رايت زي ما شفنا في اللاين اب قبل المباراه. هنمشي بالحاله اللي بعديها. طيب عشان اثبت لك بس ان اهو رقم 27 متمركز في نص الملعب. اللي بعده عظيمه، الكره راحت عند زيتشينكو. بص مين دياز السنتر باك بيبص على مين؟ بيبص على الراجل اللي هو جواو كانسيلو، والراجل ستونز فاتح الملعب في اقصى اليمين، وادي دياز وادي زيتشينكو. هينزل كيفن دي بروين وعينه كمان على نص الملعب، هينزل يستلم من زيتشينكو في الصوره اللي بعديها. نزل يستلم، استلم بالفعل وغير اتجاه اللعب للراجل السنتر باك اللي هو ستونز اللي المفروض تمركزه يكون هنا كسنتر باك هو ودياز. الراجل فاتح الملعب في اقصى اليمين وبيطلب الكوره علشان كيفن دي بروين يغير اتجاه اللعب ويحطها له. الكوره عاليه والراجل هيستلم. مين 27 اللي بيلعب في الدايره ده؟ الله، مش ده كان المفروض باك رايت وهم بيعلنوا عن التشكيل؟ أيوه. امشي اللي بعده. الراجل بقى بيزيد معاهم كمان في الهجمه، ده ستونز ده سنتر باك، بص رايح فين وبيعمل ايه. اللي بعده ده في مباراه ارسنال. طيب مين اللي بيبني الهجمه؟ ادرسون مع مين؟ مع دياز. ادي 3 وادي 5 وادي زيتشينكو الباك ليفت، يعني ادي الثلاثه بتوع نص الملعب. ده فرناندينيو، امشي بالصوره العظيمه اللي بعديها. مين ده ومين اللي بيبني الهجمه؟
هتلاقي ان المشهد ده اتكرر. الكره طبعا من اللي قبليها معلش عظيمه، الكره طالعه من ادرسون رايحه لستونز، وهم الثلاثه اللي بيشتركوا في بنيه الهجمه، وكان ده بيتحول لسنتر باك وادرسون بيتحول لسنتر باك معاه. اللي بعده عظيمه اهم زي ما انت شايف، اتنين سنتر باكين وباك ليفت وباك رايت لسه في الكادر، والراجل رقم 27 متمركز في عمق الملعب. بص هيجننك يعني هيجننك. جوارديولا بيعمل حاجات مجنونه في الكوره. ما كانش عاجبك يعني في البايرن؟ لا هو اعظم مدرب. انا كلمه بص ما بغيرش رايي على مدار السنين، اعظم مدرب في العالم. انتوا لسه عندكم شك ايه؟ الالماني ما ينفعش معاه غير الالماني. والله خلينا في جوارديولا. جوارديولا مدرب عظيم بكل المقاييس، ممتع مبدع. دخل جواو كانسيلو. طب تعالى بقى عظيمه نختصر بقى الكلام ده وندخل في مباراه، عشان انت فاضل لك دقيقتين بالظبط. يلا بينا. ده تشكيل مان سيتي امام مان يونايتد. مين رقم كام محطوط ايه على الورق؟ ايه باك رايت، سنتر باك ناحيه اليمين، سنتر باك ناحيه الشمال، زيتشينكو في الباك ليفت، وطبعا دياس وستونز. يلا ندخل على الحاله. طيب مين بيشترك في مرحله بنيه الهجمه؟ ده بيلعب مع في ديربي واقرب فرقه بتنافسه. مين بيشترك افندم؟ ما اتغلب الحمد لله. ايا كان يا عز، انا عمري ما بقيم او بحكم بحته النتيجه، بس عشان بحب اليونايتد يعني. اوكي. الراجل بيشترك معاه في مرحله بنيه الهجمه دياس وستونز هيفتح في اليمين. بص مين هنا كده رقم كام؟ 27. رقم 27 داخل في على الدايره وهيطلب ان الكره تروح لستونز. اللي بعده بص 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 الجبروت، بص الجبروت. خلي بالك انتوني مارسيال ده مهاجم سريع جدا جدا، يعني المسافه انها تبقى كده وانت بقيت وصلت لغايه قوس ال 18 وتدخل وتلعب بالكره برجلك، يا قلبك. خلي بالك انت خسران 1-0 في اول دقيقه يمكن في المباراه. صحيح. اللي بعده اخر حاله خلاص عندي، بيحضروا وهتلاقي على طول جواو كانسيلو محتفظ. يلا عظيمه نمشي بقى عشان في حاله اوري لك ليه جوندوجان بدا معدل الاهداف عنده. خلاص هنمشي. ما عنديش وقت يا تامر. يلا هنمشي نمشي عظيمه، كل ده مرحله بنيه الهجمه. امشي والراجل محتفظ وداخل في عمق الملعب. هنمشي هنا بقى نقف. ادي الثلاثه يا هيما، 1 2 3 ثم الاثنين اللي كلمتك عليهم. ولما الكوره بتبدا تدخل الاربعه واحد، لا بيبدا يتحول جواو كانسيلو لجوه وبتبقى 3-1. بيثبت هنا رودري، بيثبت قدام الثلاثه وبتتحول لاربعه اثنين. الجبروت انه بيهاجم باكبر عدد ممكن من المهاجمين. هنمشي بقى بالصوره عشان اجيب جواو كانسيلو وصل لغايه فين وبيضيع فرصه ايه. لو عظيمه صورة. ممكن من خلال الصور دي اخر صوره عندنا. دي اخر صوره. اوكي. يبقى كنت جايب لك صورة إن جواو كانسيلو وصل لغاية الست ياردات وبيحط الكورة بوش رجله الخارجي فايتة من جنب القايم، ومين اللي جوه بقى الست ياردات؟ يعني جواو كانسيلو كان على خط الستة وهو بيضيعها، مين اللي جوه الستة؟ جوندوجان. علشان كده جوندوجان بدأ يقرب أكتر وأكتر من المرمى، فكان لازم نتكلم على عبقرية جوارديولا، وما ينفعش نتغاضى عن مباراة كانت بتجمع بين أكتر اتنين بيتنافسوا على لقب الدوري الإنجليزي في الوقت الحالي. تامر أحسنت وأبدعت وتألقت حبيبي يا هيما. كابتن عز، سؤال اخير محتاج اجابه في دقيقه، ليفربول الى اين؟ ليفربول عنده مشكله كبيره جدا بقت متراكمه. اللعيبه بتاعته الثلاثي الامامي ده ما كانش بيرتاح خالص بقاله 3 سنين، فما بقاش قادر يضغط على الخصم. فدي بقت نص الكارثه. النص التاني الاصابات الكتيره اللي جت في خط الظهر، نقوم احنا بقى حاطين ايدينا في المشكله ومزودينها بان احنا ناخد لعيبه الوسط نحطهم في الظهر، فنبقى خسرنا الوسط خسرنا الظهر والمهاجمين بتوعي مش قادرين يضغطوا. فحصل حاله من الانهيار. فشكرا. هنا بقى بيجي السؤال، الناس كلها الاعلام الانجليزي عجباه قوي روايه ستيفن جيرارد يجي. لسه كسبان الدوري الاسكتلندي، يجي ده وقته. لكن دي روايه اعلام، هل اخد تجربه بتاعه ستيفن جيرارد جديده ولا اخد مدير فني مخضرم مجرب مختبر زي يورجن كلوب؟ صحيح. السؤال كله هل يورجن كلوب مسيطر على غرفه الملابس ولا لا؟ لو فقدها في اي مرحله يمشي، لو ما فقدهاش مفيش احسن من كلوب يقود النادي. عز بشكرك شكرا جزيلا، متالق كالعاده. مشكورك شكرا، شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده مع عملوك التحليل تامر بدوي. يا تامر متشكرين جدا، بنشكرك شكرا جزيلا. وزيزو احمد عز، اشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي. تصبحوا على الف خير. سلام عليكم.